الزول السلام خويا عبد الرؤوف الزول الياس، وعليكم السلام خويا ياسر. الحمد لله كينك، تحياتي اخي. سلام شاموتي من الجرام، سلام خويا العزيز جاري الذي لا يحبني ويراني سيء الاخلاق. الزول الزول ولا نزول. بون خوتي، كاين بروبليم في لاباج، سينيال كبير على لاباج، ولاباج راهي ما تظهرش، تظهرش للاغلبيه هكذا. وانا ماشي تاع يوتيوب، والله ما تاع قناه يوتيوب ودير هذيك الفوطه ولازم تحط الفيديو وتسناه يطلع ومنا الور. واش راح نديرو؟ بالك نفتحو صفحه احتياطيه ولا نستنى الحساب الخاص تاعي عاودي نحيولي عليه الحظر ونولي ندير لايف تما. هذا الديكوطاج في امريكا، والله والو خويا، املال ما كانش الديكوطاج. صالي خويا سمير، بو خوتي اللي راهم يشوفوا في اللايف يديروا جام برك المباشر هذا. بو انا ما يطلعوليش كي لي جام تاعكم، ما همش يطلعولي، جو سي با بوركوا. كاين بروبليم في لاباج، ما نقدرش ثاني نطلع الناس في لاباج، ما عنديش مام با الخاصيه هذيك تاع نطلع الناس. اصبر تشوف، بالك لي بيراونا متلولي وصاحبو ما همش يبان، ما راهم يونترينيو. طيب خويا ما كاينش كيفاش نطلعك، والله ما كاين عندي بروبليم في لاباش. يروح السينيال ان شاء الله ونريقلوها. يونس ما حبيت غير نسلم عليكم خاوتي. اللي يشوف المباشر هذا يدير جام برك على المباشر على الاقل، باش نمنعوا الصفحه. اوكي يروح الحضر، نورمالمون قالوا لي الحضر يكون جزئي، لانه انايا الاخر المخالفات تاع الفيسبوك هذوك نورمالمون شهر يروحوا يا اخي. هذا نورمالمون شهر تعاود ترجع لاباج. احتراماتي خويا ياسين، هلا خويا فتح، حيا الله الاحرار في كل مكان. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كاش جديد جدول، كاش موضوع المناقشه. والله سي جيست حبيت نسلم عليكم برك، توحشتكم. وهذا مكان، وسي جيست ماشي مانيش ندير في اللايف وعندي بروبليم في لاباج، اللايف تاعي ماهوش يخرج. صح المفتش، صح اخويا كبران ولا سرجان ولا ما يبان لي الرتبه تاعي. لا جودان سيتي، لماذا لا توثق حسابك؟ كيفاش راح نوثقه لك اخويا ايضا؟ هاو كان اي دو ذات؟ ما تقدرش توثق الصفحه تاع روحها تنشر برك، على اي اساس نوثقها؟ لازم متابعين كبار. لا راني هبلت كي ربي يحفظك خويا اسلام. انا والله ما نشوف فيه حاجه، على كل حال ما يخرجوا لي غير لي كومونتير، ودركا شويه يولوا ما يخرجوليش. وعليكم السلام خويا رضا ورحمه الله تعالى وبركاته. رزيوق سلم عليه يا خويا، ماشي مشكل، خليه يحداق اخويا، خليه كي اذا حالك صديق. والله الحمد لله نقدروا نعاونوا غير بالليجام. هذا ما كان خويا، ما عندنا حتى حاجه نديروها حتى يروح ان شاء الله الحضر على الصفحه وصافا كوم ما يوصل اللايف لعند 400 لاباس ان شاء الله. رمزي دوك نشوف خويا العزيز، رمزي دوك نشوف. اصبر نبلوكي وهذا الهيشه هذا، نبعثوه لابوبيل يعاود في الكلام تاع سياد ومسكين. وعليكم السلام خويا سمير، سامي جرح بالسخسيك البيزنس تاع صنع البروتين تاع كامل الاجسام. ما عندكش معلومه تاع كيف الله ما على بالي يا خويا، انا خاطيني نشوف يا انا نشوف يا تاع كامل الاجسام زعما مبانه، ما كان والو هنايا يعني. ماشي تاع كامل الاجسام، وشي واقيلا نقلبوها كلام هاد الاجسام اه، باسكو فيها الدبزه بالك في المستقبل القريب. نضرو نديرو شويه كامل الاجسام نحتاجوها. قال لك الناس راهي تمشي بلي غارد كور بالبودي غارد بلي فيدور، كي يمشوا معاهم لي فيدور برا بحال يتطورت يا جماعه. دونك لازمني زوج انايا ولا ثلاثه ولا اربعه يستناونا هكذا تخرجوا، راهي مستهدف. وعليكم السلام، اهلا خويا عيضة واش راك؟ اصبر تشوف حبيبي، ها سنة تشوف. مازال نتوما خلصتوش؟ والله الدبابة خويا والله ما يخلصوش، راني مبلوكي واحد 3000 دبابة. اهلا خويا رمزي ان شاء الله تكون بيا اخي الكريم، ما يخلصوش الدبابة، يتكاثروا يتزوجون بكثرة. الدباب تعدد، عندهم تعدد الزوجات الدباب. يا خويا دبر راسك خويا معاها بيلي، دبر راسك معاها خويا، انا خاطيني، يعني العافيه انا بعيد عليه.
ربي يحفظك خويا. اسلام وي ماشي قاع محاجبينها على نص المتابعين ولا ما على باليش انا. صافا وطالع اللايف والله لاباس. ديروا ديروا كثروا لي جام. بارطاجوه 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 دوك يطلع دوك تليبير لاباج ان شاء الله. الله يسلمك خويا اسماعيل، احبك الله فيما احببتني يا اخي. وعليكم السلام خويا مهدي، واش راك حبيبي؟ اللي عنده سؤال استفسار اي حاجه جو سوي لا نريبوندي له، ما عندي حتى مشكل. زعما اللي عنده هكذا حاجه مسوسلها ولا حاجه في باله هكذا مني ولا زعفان، ها زعفان مني شويه هكذا، ماشي مشكل نريبوندي له باحترام، ما كاين حتى بروبليم. المهم ما تزعفوش ما تزعفوش، على بالي حنا جزائريين كي الولاد الصغار هكذا ندللو. احنا نقولوا نتعللوا، فاهم يا ولدي؟ راه انت راك عايش في الوهم. ار يو شورتينغ دي ستوك؟ يس وي دو شورت برا 99% من تريدز تاعنا كاع شورت خويا. بصح الشورت فيري ريسكي، لازم إدارة رأس مال صارمة. يا دعمونا صافا لاباس، ها ليبيراونا لاباج عودة ميمونة. الله كيفاش يقولوا عودة ميمونة؟ انت تاني خويا العزيز دابا خالص يا خويا، خلي بيتا تخلي المسار بزاف مع المسار قوي. وي جو سي بيان سور خاصين عليها اي حاجه في الدنيا هذه عندها سبب، ماشي هكذاك جات الزهر. اي حاجه تبان ممنهجه هكذا مبرمجه عرف بلي من وراها يد سبحان الله. اللي فيه طبيعه ما ينحيش منها الاشتاء بنت الحقائق عليها الرسول ما فلوهاش مع اقوام. وي خويا صالح وي سي فري كاينه هذه سي بورصا الرسول طولوا هكذا سي بورصا هذه هي الدنيا لازم هكذا. واش حتي ربي سبحانه خلق الناس هادو مستويات، كاين مساكن اللي واعيين كاين اللي مساكن نقه نقه فهمت، كاين اللي يحفظ الكلمه هكذا يبقى يعاودها. او تحسب انت الفيسبوك، فيسبوك واحد اولى ابتدائي يقدر يفتح كونت فيسبوك، زعما ماشي حاجه كبيره. زعما ما تظنوش نتوما باللي اللي عنده كونت فيسبوك راح تتوقعوا نتوما باللي في السوشيال ميديا هذه ولي ريزو سوسيو هادو وسائل التواصل الاجتماعي ما تتوقعوش راح تلقاو زعما ناس هكذا مفلتريين بها. عادي قادر تلقى مهبول عنده فيسبوك نورمال، واحد مهبول في الحياه الواقعيه يطرشوا عليه الولاد هكذا مسكين بالحجر وعنده كونت فيسبوك ويجي كومونتي لي لي انا. عادي جدا ما تحتاج زعما قدرات عقليه كبيره جدا انك تفتح فيسبوك ومن بعد تعاود كلمه هكذا سامحه. البروبليم الكلمه هذيك اللي عاودوا فيها انا اللي خرجتها. حتى كيهاجموا سبحان الله كيغيب الابداع سبحان الله. الجهل واعر يا خوتي، حتى باش تهاجم انسان تهاجمه بعبارات هو اصلا استعملهم. تعرفوا باللي ما كاينش في الصح خلاص الدنيا هذه، علاش الدنيا هذه في الصح خلاص؟ شغل كي نرسوا للحقيقه هكذا، كي نرسوا للواقع وللحقيقه الكذب يخلص فهمتوا. قال لك حبيبنا جمال اشرب بيمينك. خويا جمال هذا ولا دروات تاعي راك شايف. خويا جمال صديقي الكريم راح نمد لك واحد المعلومه صعيبه بزاف وما كاينش اللي يعرفها في الدنيا هذه غير انايا وانت يا دوك اللي راح نمدها لك. وهذو في اللي يشوفوا في اللايف باسكو دوماج ما كاينش كيفاش نمدها لك في البريفي. كي تكون داير لايف خويا العزيز ومداير الكاميرا الاماميه داكور او كلش معكوس سما دركا، هذه يدي اليمنى وهذه يدي اليسرى، هذه عيني اليمنى وهذه عيني اليسرى خويا، هذه ودني اليمنى وهذه ودني اليسرى راك شايف. انت تشوف في هذه ودني اليسرى بصح في الحقيقه هذه هي ودني اليمنى راك فاهم. ها يا خويا بديت تعرف شويه. بون حبيت هادو اللي راهم يعاودوا في الكلام تاع سيادهم تاع كاش نصبوا منا زوج دقائق ولا ثلاثه نهضروا على الموضوع هذا باختصار. شوفوا خاوتي باش نخلصوا الحكايه هذه ونكون ما نطولوش فيها باسكو ما عندناش الوقت، لا انايا لا 450 ولا 430 ولا 420 واحد اللي رانا في عمل جماعي في النادي تاعنا عندنا الوقت نبقاو نريبونديو عليها. مالغري خرجوا الناس بالفيديوهات تاعهم باسمهم واللقب تاعهم قالوا لك ما تهضروش باسمنا على خاطر حنا تعاملنا مع النادي وحنا رانا راضيين بالعمل مع النادي ورانا ناجحين. اخطونا داكور هذه الاولى. الحاجه الثانيه الناس اللي ما على بالهمش واش كاين، حنا في النادي تاعنا في ماي تشايدين كلوب حنا الوحيدين في الدنيا هذه اللي درنا دوره تكوينيه وعضويه دائمه في النادي وتعويضات وصلت المده تاع الاربع اشهر. يعني بعد اربع اشهر خرجت انايا قلت لهم اللي ما عجبوش المحتوى ولا اللي حط روحه في دومين ماشي تاعو باسكو الدومين هذا صعيب واللي ما يقدرش يكون في دومين صعيب كيما هذا وقدراته العقليه ما تسمحلوش انه يكون في مجال صعيب كيما هذا ولازم يتعلم لسنوات باش ينجح،
نرجعوا لضريمته ويروح ربي يعاونه في مكان اخر يربح منه الربح السريع، باسكو ما كاينش الربح السريع في الدنيا. يعني بعد 4 شهور الناس تعلمت تقريبا 60% من المحتوى، 70% من المحتوى، كاين اللي تعلم 60% من المحتوى وراح تعب هذاك تاعو كاع دا الدراهم وراح واحد 20 ولا 25 واحد. سمعت؟ غير ما تكسرش راسك. 500 فوالا انا غلطه من هنايا الله يبارك مي كومونتي راني في 500. سما غير ما كان لا تكسر راسك وغير ما كان لا تلعب، روحوا شوفوا حكايه واحده اخرى، زيدوا حوسوا على مواضيع واحده اخرى تشوهوا بها. في هذا الامر مستحيل، كاينش اللي ينصب على انسان يمد له فتره تعويضات لمده 4 شهور. اللي ينصب ينصب ويروح يتخبى، فاهم؟ واللي ينصب راهو في الحبس. كاينين من امريكا دخلوا الدوره، بالك 20 واحد هنا في امريكا معنا في النادي، كاين في فرنسا، كاين في بريطانيا، كاين في الجزائر، يروحوا يرفعوا دعاوي قضائيه. واش راهم يستناو؟ فاهم الشيخ؟ انا اللي نرفع دعاوي قضائيه ماشي هما. سمعت؟ نتوما بصح كيفاش راح نقول لكم، نتوما شغل نتوما اكبر نعمه للنظام واكبر نعمه لكل الاشرار في الدنيا، لانكم مجرد ذباب يكرر الكلام دون وعي، يخدم في الاسياد ديالو، يخدموا بيك بلا ما على بالك، يخدموا بيك بلا ما على بالك صديقي، يخدموا بيك بلا ما على بالك. وانا واش راح ندير لك؟ لانك احمق، لانك احمق. لو كان عندك شويه من العقل في راسك، لو كان عندك شويه عقل في راسك تعرف انه الامر هذا تفصل فيه المحكمه ماشي الفيسبوك، اذا كاين الامر هذا، اذا كاين اصلا شك في الامر هذا. لكن انت بما انك يطيشوا لك اي كلمه ترفدها وتضرب بها في لي باج تبقاو هكذا، ما تقدروش الغالب. دسوا السم في العسل، دسوا السم في العسل. والله ماني متاثر خويا، والله نورمال، والله ماني متاثر. بو من لايف ماهوش يتقطع. انا بكل صراحه راح نقول لكم حاجه، انا غايضني الجزائر والله، او غايضني المستوى العام تاع النقاش في الجزائر. انا كنت فاقد الامل في جماعه النوفمبري الباديسيين هذوك مساكن، انا على بالي باللي بالغنايه تاع من جبالنا يقضي لك على الخدمه تاعك تاع عامين. لكن كان عندي امل كبير في كل من يخرج الحراك، وكان عندي امل كبير في الناس اللي مازالت متمسكه بمطالب التغيير. لكن مؤخرا ما نكذبش عليكم، انا نصارحكم، انا انسان صريح، مؤخرا شفت سلوكيات عند الناس تطالب بتغيير النظام، وراهي في ثوره، وراهي وصلوا حتى يشوفوا ارواحهم مجاهدين ومثلوا ارواحهم مجاهدين. سلوكياتهم قسما بالله لا تختلف على سلوكيات النظام في شيء، الا انهم في خطين متوازيين في اتجاهين مختلفين فقط. نفس السلوكيات، الإقصاء، التشويه، التشهير، الابتزاز، أعراض الناس، البروباغاندا، الإقصاء، التخويل الممنهج. أنا بالنسبة لي هذه كلها نفس سلوكيات النظام، أنا واضح معكم. في نفس الوقت هناك من يطالب بدولة العدالة والقانون يتقبل تخوين شخص بدون أدلة، يعني هذا ما يستحقش دولة العدالة والقانون، هو يمشي بدولة الشرعية، أو هو في النضال تاعه يمشي مش بالأدلة، بالشرعية. يعني أنت مادام هضر عليك فلان خلاص خاين، هو يأسس لدولة الشرعية والنظام ويمشي هكذا. النظام تاني يقول هذاك راجل، هذاك زعيم توفيق، راجل كان يشتي البلاد ومنه ونقد البلاد نزار القايد، نفس الأمر. يعني العقول هذه مازال ما ارتقتش لمستوى دولة العدالة والقانون، هذه حقيقة ما نقدروش نكروها، لأنه دولة العدالة والقانون تعترف فقط بالدليل. يعني القضاء ولا العدالة اللي يكون كمؤسسة في دولة العدالة والقانون، في دولة السلطة للشعب، القاضي لا يعترف إلا بالدليل. إلا بالدليل. ما كاينش دليل ما كاينش أصلا قضية. هذه هي الدولة اللي نورمالمون حنا ننظروا عليها، اللي عايشين فيها درك الدول المتقدمة، بريطانيا، أمريكا، ألمانيا، وما إلى ذلك. صدعتنا، روح نزيد نصدعك ملي خويا. يا هذه هي الدول، هذو هما الدول اللي راهم يناضلوا، اللي راهم عايشين في قدروا يديروا مجتمعات راقية وعايشين آلاس في حياتهم. القضاء هنايا ما عندوش شرعية، رئيس يوقف قدام القضاء، جنرال يوقف قدام القضاء، أي واحد يوقف قدام القضاء.
فالناس يتناضل من اجل دوله العداله والقانون، لكن في اطار نضال تام يمشوا بالشرعيه مساكن. واكبر حاجه قضات على الجزائر هي الشرعيه، اكبر حاجه قضات على الجزائر من الاستقلال حتى الان هي الشرعيه، الشرعيه الدينيه، الشرعيه الثوريه، الشرعيه العرقيه، الشرعيه القوميه، هادو كاع الشرعيات ضد التطور وضد الحداثه وضد التقدم. كل ما يكون مجتمع عنده معايير ماش عقلانية يمشي بها، كل ما هذا المجتمع يكون المصير تاعو التخلف والجهل والفقر واليأس والبؤس. هذه حقيقة ما نقدروش نكروها، لأن المجتمعات الراقية تعترف فقط المكانة الاجتماعية على أساس القيمة المضافة اللي يقدمها الفرد للمجتمع ولا للمؤسسة. السياسي مكانته الوحيدة على أساس القيمة المضافة اللي يقدمها في مجاله أفكاره السياسية، غير ذلك خرطي. يعني دركا كي نخلصوا كلش، كي نخلصوا كلش باش نبنوا دولة نستمتعوا بها، فوتوا فيها لي فاكونس اللي في الخارج، يفوتوا لي فاكونس اليز، اللي عايشين في الداخل يخلصوا بها، الطرقة ملاح، الانترنت هارب، نخدموا طوموبيلات عندنا، الزراعة، الفلاحة، المنتوجات الجزائرية في أوروبا، في إنجلترا، في أمريكا، الفرد الجزائري واعي، التعليم راقي، ندرسوا في الإنجليزية، باش نديروا هاد الأمور. باش بالشرعية؟ لا. نديروها بلغة العلم. وهل العلم والشرعية يتلاقاو؟ لا، عمرهم ما تعلق العلم والشرعية مع بعضهم، العلم ضد الشرعية مباشرة. هل المؤسسات نشوفوها احنا يا حاجة معنوية ولا حاجة مادية؟ المؤسسة هي هيكل مادي واضح اللي فيه أشخاص يسيروا المؤسسة هذيك في إطار القوانين تاع المؤسسة. لانه انت يا هنايا المؤسسه كي تولي عند المؤسسه عندها قوانين داخليه تمشي عليها، ما يهموش الاشخاص اللي داخل المؤسسه. درك امازون في 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 ويسكونسن، ولا امازون في 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 شيكاغو، ولا في كاليفورنيا، ولا في نيويورك، ولا ورافر وين، نفس السياسه الداخليه تلقاها، ونفس المردوديه، ونفس طريقه العمل، ونفس القوانين تطبق، مع انه جنسيات تشغل تلك المؤسسة، ماشي جنسية أمريكية فقط، جنسيات العالم أكل خدام عند أمازون. أمازون في ألمانيا نفس السياسة، أمازون في بريطانيا، فرع أمازون في بريطانيا نفس السياسة، فرع أمازون في دبي نفس السياسة. كي تدخل عند أمازون في فرنسا وتدخل عند أمازون في نيويورك تحس روحك نفس المناش، نفس المعاملة، نفس الاستقلال، بل نفس الخدمات. الديليفري تايم هذاك شحال نفسه، مع اختلافات بسيطة على حساب الخصوصية تاع الدولة اللي تكون لخارج السيطرة تاع شركة أمازون. لذلك شركة أمازون ناجحة. علاش ناجحة؟ لأنهم يمشوا بالسيستم البروسيس، ويخلوا الناس هذوك خدامين عند البروسيس، خدامين عند السيستم. لو يمشوا بشرعية الأشخاص لو كان أمازون ما ديباسيش الولاية اللي بدات فيها في الأول. ما رأيك في نزار والتوفيق؟ آدم موسوس فيا، أنا خدام عند نزار والتوفيق. آدم مسكين يقول لي ما رأيك في نزار والتوفيق؟ آدم مسكين آدم، الله تغيض على بالك، الله لا تغيض. سمع انت يا دركا راك حس، راك تحس، راك تقول لي واش رايك في نزار والتوفيق باش انا نجاوبك، انت تروح سرق هكذا وفرحان. نقدر نخدم عند نزار والتوفيق ونقول لهم معليش نسبكم باش ما يفيقوا ليش. هل موالف التوفيق يتقلق اللي يسبوا؟ هل موالف التوفيق 35 مليون جزائري سبته بالك، دخل من الحبس الكل، قلقوه، غيروا النظام، شكلوا عليه خطر، راهو برا درك الحبس. ياس يسيدي مد لي انا ثاني لوطوريزاسيون نسبو باش ما تفيقوليش، باسكو صفقتولي لاني ما سبيتوش. يقول لك في الدنيا هذه مراحل التعلم، التعلم مراحل. الجاهل الذي يجهل جهله، كيما خونا رمزي جاهل ويجهل انه جاهل، هو حاط روحو واعي وراقي وهرب في مخو، ودركا يدير لي فلونكات هنايا لانه محلف على هادو 470 اللي يشوفوا في اللايف. هذا الجاهل الذي يجهل جهله، وهذا هو الاخطر على اي مجتمع.
ودرجة الرقي تاع المجتمع هذاك تتأثر بالنسبة تاع الفئة هذه. كل ما تكون نسبة تاع الجهلة الذين يجهلون أنهم في حقيقة الأمر جاهلين، كل ما يكون المجتمع هذاك متخلف، وكل ما يكون المصير تاعك في إطار ذلك المجتمع كارثي، وكل ما تكون مشاريع ذلك المجتمع فاشلة. حتى لو تكون هذيك المشاريع من حيث المبدأ يس صحيحة وأصحابها على حق، لكن الجهل ديالهم يأثر عليهم. هذه هي أسوأ فئة. فئة ثانية هو الجاهل الذي يعلم جهله. هذيك الفئة يس تقدر تحكي معها، يجي يسمع لك يقول أنا تعرضت للهندسة الاجتماعية تاع النظام، ندبل النظام هذا، رواني خلطني، ما فهم فيش الدم وليها والو، تتربيت مع اليتيمة مع النهار مع الشروق وما إلى ذلك. شايف هذا الإنسان تقدر تنيغوسي معاه، تحكي معاه، تتبادل معاه طرف الحديث، تدي من عنده وتجيب، شايف تدي معاه وتجيب في الهضرة وكل شيء، that's fine. هذا ماشي خطأ كبير. ثم تأتي المرحلة الثالثة، هو الذي يعلم أنه يعلم، بالمختصر المفيد نقدروا نقولوها هكذا، ما نبيش كيفاش الجملة اكزاكتوم، هما أصحاب الاختصاص واللي يعرفوا الدومين تاعهم واللي يعرفوا الاختصاص تاعهم، واللي يخرجوا في لايف ويحكوا على الاختصاص تاعهم، ويكونوا كما نقولوا حنايا ناس اللي يحتاجهم المجتمع ويحتاجهم الدولة ويحتاجوهم الناس الكل، والناس هادو نحتاجوهم أصلا باش يكونوا في الواجهة. ثم تأتي المرحلة الأخيرة، هو الذي يعلم أن العالم ولا الواعي الذي يجهل وعيه، وهذه هي الأرقى. هادو تلقاوهم تقريبا عند الدول المتقدمة فقط، مالوريزمون في الجزائر قلال. علاش؟ لأنه هادو الناس ما يقدروش يكونوا في محيط كما المحيط تاع الجزائر دركا، يعني قصدي المجتمع الكتلة الشعبية اللي عايشة في الجزائر مستحيل تخليك توصل لدرجة أنك واعي تجهل وعيك. شكون اللي يجهلوا الوعي ديالهم؟ هما اللي من اللي زاد من كرش يماه وهو واعي. عباك شكون هادو؟ مثلا أمريكا كي يتعامل مع لابوست هنايا، ولا يتعامل مع المير تاعهم، ولا يتعامل مع مسؤول، ولا يتعامل مع البريزيدون، يتعامل معه بوعي، وهو جاهل اصلا انه واعي، يعني تولي من المسلمات. احنا هذه ما نوصلوا لهاش، احنا مازلنا في الجزائر. مثال خونا هذاك الله يبارك تاع بجايه، الطريقه اللي تكلم بها مع الوزير قلناها في الصفحات وما شاء الله، والله شوفوا الطريقه ومن هنا هذاك يشوفوه انسان عادي وطبيعي، ومن المفروض يقوم اي مواطن يتكلم مع وزير ما اداش المهام تاعو بالطريقه هذيك. حنا ولينا نشوفوا فيها بطوله. هذيك الفئه اصلا باش نوصلوا لها لازم كي تخرج من كرش يماك تخرج ديريكتومون هنا. يعني الفئه هذه مستحيل تكون عندنا في الجزائر الا اذا غيرنا النظام وغيرنا المنظومه وحطينا ناس حابين يرجلوا الفرد هذا ماشي يكذبوا عليه، ومن بعد الناس هذو يتزوجوا ويجيبوا لنا اولاد صغار، بتولي عندنا الفئه هذه على 20 30 سنه. فهمت؟ إيسي صح، هذه هي المعادلة اللي واعرة. جماعة الياقوتة يجهلون جهله، يتكلمون بثقة في النفس غريبة، مع أنه أي مواطن في أي بقعة في العالم كي يشوفهم يهضروا هكذا يعرفوا باللي الناس هادو جاهلين، لكن هما حاطين ارواحهم منقدين للامه، ويعلمون الخبايا ويعلمون الاسرار ويعلمون الارواح الشريره التي تريد ان تضر بالجزائر وامنها، وهم مسخرون لمواجهه تلك الارواح الشريره الخفيه التي استطاعوا هم فقط ان يتنبؤون بها عن طريق صفحه يموديفيو في المنشورات تاعها. كاينين ولا ما كاينش؟ ياس كاينين.
واخا انت التعليقات ما همشي طلعوا لي، مانيش قرا في التعليقات، سمحوا لي ما يطلع لي والو في اللايف، لا لي جام تاعكم لا التعليقات لا والو. الصفحه راهي ما نبليش كومونتي وتاكم سمعوا فيا ساعات وني طلع لي كومونتير، شغل اني وحدي، اني وحدي في اللايف، وعلى بالي برك العدد ديالكم مزيه ويخرج العدد تاعكم، سينو كوبي اللايف باسكو شغل نبان وحدي، باسكو ماهوش يخرجوا لي والو، الصفحه راهي كارثه وخلاص. وصافي بليزير الناس، الناس راهي تشوف اللايف مالغري الحضر على الصفحه وكل شيء، العدد تاعكم ما شاء الله، يعني هادو كلهم دخلوا عن طريق البارطاج لي حساب من تعمل نحسب نعمل لراسي يا خويا، انا ما عندي حتى واحد نعمل عليه. نعمل هذا كون جيت نعمل الناس، كون انا يوم معزز مكرم دركا، كون انا كون قبلت نعمل، كون انا نلعب افون سونتر دركا، كون انا هو اكثر واحد محبوب يا مع الاحرار، يا اكثر واحد محبوب عند النوفمبري الباديسيين، من الاخر من ذلك من الاخر، انا هو البيتور بعد من دون ناف، اكثر لابس ناف ناف تريكو والبيبليسيتي عليا تمسخر. لكن كي تتكلم بما تؤمن فقط وما تدخلش في حكايه لي كلون، ستتعرض لاقصى انواع الهجومات والاقصاء. لكن في حقيقه الامر راه عندك مناعه اللي ما عنده حتى واحد، واش هي؟ انه الناس اللي تابع فيك تابعك لما تقول وليس لي كشخص، يعني الهجومات هذيك راح يكون تاثيرها على الصفحه تاعك صفر، ما عدا السينيال طبعا اللي دخل في الخوارزميه تاع الفيسبوك ما نقدروش نتحكموا فيه، لكن عدد المتابعين راح تلقاه يزيد، الناس اللي تتابع فيك راح تلقاهم نفسهم ولا حاجه. لكن اذا مشيت بعقليه القاطع مع المتابعين ديالك راح يصير لك انقلاب داخل الصفحه. صوفيا نقدروا يطيحوك في لعبه، ما طحت حتى في لعبه صوفيا، واش من لعب اللي تشوف فيا طحت فيه؟ عندي 15 جول ما درتش لايف تقول لي طيحوني في لعب مطيحني، ما طحت حتى في لعب خويا، راني نحكي كي مع ويدي، واش من لعبه صوفيا اللي طحت فيه؟ ما فهمتش واش من لعب راك تشوف فيا ندير لايف ونعيط بنا داروا لي ونرد، لو كان نبدا نرد ونرد على شحال 100، شحال كتبوا عليا؟ كتبوا عليا واحد 200 واحد اللي معروفين شويه، نرد على 10 15 واحد كتب عليا مناشير، ما نعرفش نحل بهمش هادو. انا بالنسبه ليا هادو كاع كيما راهم، كاع كيما راهم، نفتح لهم قوسين وندير في صفر الريزلتا، ناس تعاود في كلام تاع واحد برك، انا اللي يهمني هذاك اللي يهضر، اما العبيد اللي يعاودوا في الكلام تاعهم تمسخر بيا، نرد الواحد انايا دركا عندي بروبليم مع المدير تاع الشركه، نروح نهضر مع الخدامه، هم خدامه هما، نهضر مع المدير ديريكت هما. ما صبرني تشوف دقيقه برك. وعليكم السلام خويا، واش راك صديقي؟ بيان سور خويا، اي بيان سور سي نورمال، نقدروا نكذبوا على بعضنا. احكي لهم قداش شريت اللوطو تاعك. نهار نولي برلماني ولا نولي مناضل سياسي رئيس حزب داكور، ولا نحط لكم الرابط تاع الباي بال تاعي تصدقوا عليا، تما عندكم لو ضروه تقولوا لي بشحال شريت اللوطو تاعي داكور. نهار تصدق عليا نتايا فاهم، لتما ندير لك الرابور فينونسيير تاعي انايا من الال الزاد، مادامك ماكش تتبرع لي وماكش تصدق عليا ما تحكيش معايا داكور، امشي طير بلوك امشي. هاي في لمن قد احكي لهم احكي لهم قد شريت اللوطو، نهار تصدق عليا نتايا سمعت لتماني صروح نحكي لك قد شريت اللوطو، مادامك ماكش تصدق عليا ما تحكيش معايا، هز معنيكم شي طير، نشري حتى قصر، نشري يخت، يخت تاع زوج ملايين دولار، ما عندكش لو ضروره تهضر معايا فاهم.
الحلب. تا رئيس البلدية تاعك ما كنتش قادر تحاسبه. رئيس البلدية اللي يخلص من أموال الشعب واللي تبدلت حياته بعد ما ولا رئيس بلدية بعد ما انت انتخبت عليه، ما عندكش الكوراج تحاسبه. جيت حاسب مواطن جزائري عايش في أعظم دولة في العالم، الداب هنا يدير دير طوموبيل. الداب عنده طوموبيل، تعرف الداب في أمريكا عنده طوموبيل، هنا الطوموبيلات تقام قاريين في لي باركينج بالربع سنين، مع مولاهم ما عندوش الوقت يسوقهم، عنده 4 ولا 5 صايق زوج وزوج مازال ما وصلش، ما عندوش الوقت ما بابا يسوق الطوموبيل. جيت تقول لي اللوطو، احكي لهم قد شريت اللوطو. خلوا النظام بقدو يعسوا في بعضاكم، كاسكيطه لوطو تريكو تليفون هكذا. انت تناضل من اجل تغيير النظام والفرصه للفرد، بصح الفرد اللي ادى الفرصه خارج الجزائر ما رضيتهالوش، خارج الجزائر ما تقبلتهاش. عباكم الجزائريين لوح لهم برك حكايه الدراهم هكذا في النص، يكرهوك كاع غير يسمعوا بواحد هكذا وعنده بروجي، عنده مشروع لونغ تير، يتوقعوا له المداخيل ديالو، يكرهوك سير بلاص، يكرهك بالحر بغير الحر، بالعبيد بوصبع بالبوت بريره بالزواف ولا كيف يسميوهم بالياقوته، كاع كل انواع المجتمع يكرهوك. الجزائريين يقدروا يختلفوا ايديولوجيا، ما هم يسقسيش من نيتو، كون جاي يسقسي من نيتو يقول لي بقداش شريت اللوطو، ما يقوليش احكي لهم بقداش شريت اللوطو. داكور صديقي، اني نعرف انا صلاحي، نقدروا نختلفوا ايديولوجيا، نقدروا نختلفوا سياسيا، نقدروا نختلفوا ثقافيا، لكن نتفقوا في معظمنا ولا على غالبنا ان نكرهوا واحد يبان بيا من عند ربي هكذا، حنا نكرهوا واحد يبان بيا، هذه نتفقوا كاع معاها. زعما غير يلوحوا لك تيكي تاع انت يا بالك راح تولي بيا ولا راك بيا، راح يجتمعوا الجميع عليك باش يكرهوك. علاش؟ باسكو نتايا طامع تولي بيا. لا علاه تولي بيا، رانا في ثوره، الثوره لازم كاع ما ناش بيا. النظام وي اللي رانا نواجهه فيه من حقه يكون بيا، لانه هو العدو ديالنا، هذاك بيا نتقبلوه ورانا نضلو بنحوه باش ما يوليش بيا. بصح كي نشوفوه بيا نورمال ونظام عصابه، لكن انت وانا وفلان لا، رانا في ثوره، لا لازمش نكونوا بيا، لازم كاع نكونوا خالية علينا. سي بور سا واش قلت انا يا على الحراك، حذاري انه يولي فيه فقط من ليس لديه ما يخسر في الحياة، لانه النظام ما عندوش واش يخسر مع ناس ما عندهمش واش يخسروا. وهنايا راح يولي الحراك يخرجوا له غير النافئة من طبقة اجتماعية معينة، ما يخرجلوش الطبيب اللي فتح كلينيك، ما يخرجلوش قاضي، بعض القاضي ما يخرجلوش اوتوماتيكوم باينه بلا هادي، ما يخرجوش انتربرونور، ما يخرجوش رجل اعمال، ما يخرجوش بيزنس مان، ما يخرجوش الناس اللي لاباس بهم. وسيفري هادي كاينه منها، 90% من الناس اللي لاباس بهم في الجزائر درك ماهمش يخرجوا في الحراك، ماهمش يخرجوا في الحراك. علاش؟ لانه ناقص عندهم الوعي، لانه هما يظنوا ويعتقدوا باللي في الجزائر كي تكون عندك الدراهم راك حققت الاهداف ديالك وراك عايش في امن واطمئنان واستقرار وخلاص، وهي نو. في الجزائر لا، في الجزائر اللي يخمم الونغ تيرم وقابل يعيش في بلاد ولادو ويترباو في المجتمع هذا وفي المدرسه هذه اللي خمجها من النظام مهبول، حتى لو انت عندك دوك الدراهم ولادك راح تكمل عليهم مال في الجزائر في المستقبل. علاه؟ لانه راح يحطم من النظام هذا، واحتمال كبير اصلا تصرى ازمه اقتصاديه حتى اللي عنده الدراهم يولي ما عندوش الدراهم، يا رايحين ليها في المستقبل، الا اذا معجزه الهيه كالعاده نقدتنا اللي هي ارتفاع اسعار البترول. الا اذا صارت معجزه ربانيه واللي انا نتوقع قادره تصرى، اللي هي
رجوع أسعار البترول للارتفاع في الأسواق المالية. وهنا يا راح يبقى النظام في الحكم وراح الجزائريين يعودوا نقدر نقول لك يعيشوا الحقبة اللي عاشوها مع بوتفليقة إلا إذا نجح الحراك. لكن إذا النظام هذا صراحة عاود استعفى ماليا يقضي على الأخضر واليابس. راك قليلة ما قلتش كاع المقاولين ما يخرجوش، أنا نهضر بالنسبة صديقي. تقول ليش أنا مقاول ونخرج؟ أنا نهضر بالنسبة، مانيش نقول لك مستحيل تلقى مقاول في الحراك ولا واحد لاباس به في الحراك. راني نهضر بالنسبة المئوية، ما نكذبوا على بعضنا ما والو. راني نهضر لك بالنسبة المئوية اللي فارينها ما همش يأمنوا ما همش حابين التغيير أصلا. علاه نكذبوا على بعضنا؟ مانيش نهضر عليك أنت خويا رياض. لا أنت تخرج مقاول تخرج يعطيك الصحة صافي بليزير. لكن حنايا كي نهضروا مانيش نهضر عليك أنت، راني نشخص الأمر في إطار المجتمع. يعني نهضر لك كنسبة مئوية. هل النسبة المئوية تاع الناس اللي لبس بهم هم الأكثر في الحراك؟ لا. هل النسبة المئوية تاع الناس اللي لبس بهم هم الأقل اللي ما ضد الحراك؟ لا، العكس، اللي لبس بهم هم النسبة الأكبر اللي ضد الحراك. ضد شنو؟ لأنه النظام الجزائري استطاع أنه يخلق فينا حاجة اسمها الأنانية. شوف راح نقول لك حاجة، راح نقول لك حاجة. تشفكي كان بوتفليقة، شفكي كانوا يخرجوا المعلمين إضراب، شكون اللي يخرج لهم على الجهة اللي مليين؟ قطاع واحد أخر يخرجوا لهم الأطباء يضربوا فيهم. واش حابين تهبلوا يا أخي؟ زادوا لكم يا أخي، زادوا لكم زوج ملايين يا أخي، زادوا لكم مليون. والنهار تكتب في الأجور هذيك المضخمة، يكتبوا الخام ما يكتبوش الصافي. مثل المعلم مسكين هو في حقيقة الأمر يدخلوا يجيبوا من 3 ملايين و200 وهم يخبطوا ب 6 ملايين 5 ملايين و500 في الجورنال. ومن بعد الشعب المعلمين لاباس بهم، يديو 15 جور فاكونس ويزيدوا 15 جور فاكونس ويزيدوا 3 موا فاكونس، ما يخدموش العياد، ما يخدموش لي ويكاند، وما يخدموش الأعياد الدينية والأعياد الوطنية. مي خويا المعلمين ما كاش اللي فاريها في البلاد كيما المعلمين. يزيدوا يخرجوا لك من الاطباء يزيدوا لهم شويه. الاطباء يا جماعه راهم يدوا في ديباي كراف طالعين، الناس هي فريتها الطبيبه ولا باس به، يبداو يتاطاكوا فيه من المعلمين. صح ولا لا؟ اني نكذب؟ ما كانوش يطاكوا في بعضهم القطاعات؟ لانه النظام الجزائري خلق فرد اناني، فرد اناني ما يروحش يدافع على لاباي تاعو، يروح يهاجم الانسان اللي خرج على لاباي تاعو. البرلمانيين درك يدوا 30 مليون، ماشي البرلماني اللي راهو يخرج يخلص في 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 راتب. ها واو 30 مليون اتس نوتينغ ان الجيريا، شكون واضحين. اما رتب تاع موظف سامي في الدوله عادي جدا، او انت اللي ماكش تخلص. على بالي ما يزيدوا لهم شفاط، ما على بالي واش كاين، على بالي كيفاش يدير النظام. يدير لك يقول لك على 3 سنين وما يزيد لكش. انا نعرف النظام كيفاش يخدم، هينا باش يدخل الشعب في بعضه. او انت اللي تخلص 3 ملايين اللي عندك بروبلام، ماشي البرلمان اللي يخلص 30 مليون اللي عنده مشكل. كاين واحد المناضل درك يهبلوا على 10 ملايين، مت بالضحك. مع ان المناضل هذا مثال، انايا نختلف معاه في طريقه المعارضه تاعو ولا في النظره تاعو للجزائر الجديده والى ذلك. انا بالنسبه لي الامر هذا ما راحش يدير لنا ما راحش يوفر لنا حياه كريمه في المستقبل كسياسي نشوفو هكذا. لكن نقدر نشوفو ثاني من جهه مبادئ معينه ماسك فيهم صحاح ولا غلطين، نحترموا على الامر هذا. لكن باش نوصلوا للمرحله تاع نشكوا في نضال شخص لانه يخلص 10 ملايين، هي قراف هذه يا جماعه، هي قراف. باش تعرفوا باللي الفرد الجزائري اناني. انا ما نلومش هذاك كي يخلص 10 ملايين، سي نورمال يخلص 10 ملايين، يجي حقه راح يتنازل عليها. انت تتخيل باللي راح يتنازل عليها؟ ما يتنازلش عليها، ما كاينش هذاك الفرد، هذاك الرسول، الرسول زمن الرسل مضى، كل واحد يحوس على جيبه في حقيقة الامر. وكل ما يقوم به من نضال وهذاك بالنسبة لي امر ثانوي، حبيت ولا كرهت. لانه الحقيقة الامر الاكثر أهمية في أي فرد في العالم هو حياته الشخصية. ما كاينش اللي يشتي الناس أكثر من اللي يشتي روحه، هذه ربي ما هضرش عليها.
ربي سبحانه ما هضرش عليها. الناس تخلي الافكار اللي فيها بزاف حوايج تنتقدهم قلقتهم 10 ملايين اللي هي 6 ملايين صافيه تاع مرتب تاع واحد زوالي. باش تعرفوا باللي حنايا مازلنا عندنا بروبلام مع بعضانا في الدراهم، فهمتوا؟ لازم هو اللي يولي ما يخلصش، ماشي حنا اللي لازم نخلصوا بيها، لازم هو يولي ما يخلصش. لازم اللي راهو يخلص 20 مليون الوزير يخلص 30 مليون ولا 50 مليون، لا نو، لازم الوزير يولي يخلص 4 ملايين وانا نخلص 4 ملايين. وهذه ماشي معادله جامي صرات، جامي سيفري صراحه. الاجر في الجزائر غريبه شويه، لانه الوزير من المفروض الوزير يخلص كيما الطبيب من الاخر، ما يكونوش بعاد على بعضهم باش يكونوا واضحين. لكن من المفروض الطبيب هو اللي يخلص 40 مليون ولا 30 مليون، ماشي الوزير اللي يخلص 4 ملايين. سي صار بروبليم في الجزائر. في الجزائر ما كاينش اجور عاليه، كاين اجور ما كاينش. الشعب يخدم باش يمدوا له شويه تاع الوراقي هكذا يصبر روحه بهم. في الجزائر ما كاينش حاجه اسمها الاجور، ما كاينش. سي بور سا الدوله جامي كان عندها مشكل في دفع الاجور، صرات بالك خطره ولا زوج ولا ثلاث خطرات، ومشكل سيوله ماشي مشكل ما كاينش المال. علاه؟ لانه الجزائريين اصلا يخدموا باطل، ما كاينش اجر. اسكو كاين في الجزائر اجر؟ ما كاينش، ابار المسؤولين السامين في الدوله اللي راهم يتقاضوا اجور. الاغلبيه في الجزائر راهي تتقاضى كيما الطفل الصغير كتحط له السوسيطه، ما تقدرش تمد له البيبرو تاع الحليب يشرب الحليب 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 ومن بعد يتقيح حاشاكم، ما تقدرش ما تقدرش. واش دير للطفل الصغير مسكين؟ تمد له السوسيطه، السوسيطه اللي يحطها في فمه علاه؟ باش ما يبقاش يرضع ديما من عند يماه ولا في البيبرو تاع الحليب. لا لا ميم شوز. الموظف في الجزائر لاباي هذيك بالنسبه للفرد في الدنيا تعتبر كيما السوسيطه. هو ما يروحش يدافع باش ينحيوا له السوسيطه ويمدوا له البيبرو، لا لا، المول البيبرو نحيوا له البيبرو ونمدوا له السوسيطه كيما حنايا. وهذا اللي خلات الانانيه. كي تكون عندك مجتمع اناني صعيبه باش يتحد لك وكل على مشروع، صعيبه. كاش تداول فاقولك يباوي كيفيق لي خويا في التداول اللي ما يعرفش مامبا هيكل سوق الفوركس مثال، وشكون متدخلين في سوق الفوركس اللي 5000 مليار دولار يتم التداول فيها. سي نورمال اللي فيقول لي حنا راني اون الجيري خويا، 43 مليون جزائري بالماضي، بصح في الصح كاين بالماضي واحد هكذا الشيخ. انا يا كيفيقوا لي فيقوا لي الناس اللي راهم معايا، ماشي انت حافظ كلمه التداول. انا يفيقوا لي الناس اللي راني ندير معاهم لي ويبينار اسبوعيا، يفيقوا لي الناس اللي درت معاهم ويبينار ودوك جابوا راس مال من عند اف تي ام ب 100000 دولار وعندهم اقل من سنه ونص في المجال، ولقاو شركه تمويل عالميه دير فيهم ثقه وتمد لهم راس المال. اللي نتايا في الجزائر 100000 دولار اللي هي 2 ملاير ماشي تسير جرون جاصبك باش تجيبها. مولاي هابط طالع، مولاي ما تجيبها 2 ملاير اوكي، 70% ارباح ليك 30% للشركه. سمعت سي جيست تعمر ابليكاسيون، ما يشوفوك ما تشوفهم، سي نورمال. خليك من الشهاده وكبير عليك، روحوا بقاو ريحوا مع التبون مليح ماشي مليح القايد، فاهم؟ الامور هذه اللي كبيره عليك ما تخلطوش فيها. بس حبيتو ولا كرهتو ما كان حتى نادي خرج متداولين يتداولوا في شركات كيما اف تي ام وابار النادي تاعنا، ما كانش. نتحداكم جيبوا لي فيديو واحد تاع واحد يهضر بالعربيه دار مباشر مع متداول في النادي تاعو يتداول على عند اف تي ام، جيبوه ما تسقاوهش وما تجيبوهش. لكن نتوما عندكم بروبليم ثاني معايا، باسكو راني ندير في حوايج واحد ما دارهم قبلي. هذا ثاني انا بالنسبه لي كيما انا بروبليم، فاهم؟ لازمك تتمني نفسك باللي انا والو، وتمني نفسك باللي الناس اللي معايا درك والو، وتمني نفسك باللي كل شيء هذا خرطي، ومن بعد الناس الكل تفوق له باللي خرطي. لا ماشي خرطي، محشيت لك، محشيت لك. راح تتعذب 15 سنه ولا 20 سنه وانت تتفرج باللي ماشي خرطي. وكل شهر ان شاء الله نطلع لك متداول كل 15 يوم، يجي بالسيرتيفيكيت منا نطلعو منا، ويفتح الكونت اون ديريكت يحط الايميل والباسورد. تحشيت لك، ماشي خرطي، نجحت. وكاين انا صراحه تنجح معايا في المستقبل باذن الله تعالى، بس كاني معاهم في عام ونص خدمه. وانت كيف راح دير؟ وش راح دير؟
تشكي بيا النظام ما تقدرش البورصة حتى هنا بايدن ما عندوش السيطرة عليها. البنك الفيدرالي الأمريكي ما عندوش السيطرة على الدولار 100%، عنده سيطرة جزئية. تجي انت تأثر ما تأثرش، تأثر على النتائج ما تأثرش، تأثر على العمل ما تقدرش، راح يضيع عمرك تتبع تعس. يصير تدرك تعدد الزوجات المسموح في الجزائر، جارك ممكن بأربع سنوات وانت ما زال الحلم تاعك مرة. تسمى شكون اللي خاسر انت؟ لما يكون عندك أنانية في المجتمع تلقى الفرد مش حاب يتحد على مشروع تغيير مثال، فهمتوا؟ تلقى الفئة العاملة درك في الجزائر مثال متحفظة على التغيير. علاه؟ يجب أن نتساءل. أنا الظاهرة هذه لاحظتها في فترة بوتفليقة، الناس كانت تخرج طالب القطاع الآخر يطاكيو يقول لهم ايه وانتو ما راحين تدوا البلاد. ما لاحظتوهاش يدخل للقهوة هكذا باغ اكزومبل في الوقت اللي شاعت باللي زادوا الأساتذة مساكن، هما ما زادوا لهم ما والو. ما لاحظتوهاش باللي اصبرني تشوف هروح امشي فقولي الدواء باللي كيما انت. ما لاحظتوش باللي في الجزائر مثال تكون انت مريح هكذا في قهوة مريح، يدخل هكذا أستاذ يقول له انت ما لاباس بكم الشيوخه، انتوا كيف فارينها راهم كي الحوال، انتوما ديجا تخدموا غير 4 شهور في العام ويزيدوا عندك بلا بخيم، تدخل لكم 10 ملايين في الصيف، يمدوا لكم من حيث العيد ومن حيث الاضحى ولا كيف اسمها ما الى ذلك. هل لاحظتوها ولا لا؟ لا ياس لاحظناها. علاش لاحظناها؟ لانه كاين انانيه في المجتمع. ما لاحظتوش باللي 80% درك من المشاكل اللي صارين واتاكيني وناتاكيك وكلاشيني ونكلاشيك مشكل تاع غيره، مشكل تاع دي بروبليم بيرسونيل، وممكن يطاكوا بعضهم في اطار الحياه الخاصه، فهمتني؟ يطاكوا بعضهم في حياتهم الخاصه، ماشي يطاكي في افكاره اللي يطرح فيها في الاطار هذاك، لا يطاكي في حياته الخاصه. شي طوموبيل باعها كان هكذا ولا هكذا، واي؟ علاش؟ لانه النظام الجزائري يقدر يخلق الشعب 20 مليون تعس فيه 20 مليون، 20 مليون تعس فيه 20 مليون كيما راهو يصرى دركا. تلقى عنده قضية كبيرة يناضل عليها وتلقى يهضر في أمور ثانوية اللي تخص حياة الشخص الخاصة اللي أنا واش دخلني فيش دمالي اللي بس بيه فقير دراهم وحلال حرام يخدم ما يخدم، وأنا واش دخلني؟ عندي قضية نختلف معاه نطاكيه في الاختلاف هذاك، اللي ماشي نطاكيه هي النظام. الأفراد الرقية ما تطاكيش، تناقش تتحاور، لكن احنا ما نحاوروش، احنا نشوه ونطاكيه. ومعليش حتى لو نطاكي ما نعرفش لحياة الإنسان الخاصة، نطاكيه في الطرح ديالو. نفس الشيء دركا مثال كريم طابو، مثال كريم طابو اللي يتبعني اصلا ويشوف افكاري اللي نطرحهم يشوف باللي ما نتلاقى حتى في تقدر تقول 90% من النهج المعتمد من طرفه انا يمن ما نأيدوش، من الاخر ما نأيدوش، مانيش ضده وما نأيدش الفكر هذاك في اي دولة. ما انا ما اي شيء ماشي راكب على اسس علميه انا ضدها، اي كلام من اجل الكلام انا بالنسبه لي هذاك الكلام ما يقنعنيش كمواطن جزائري. لكن عمري ما ديرونجيني باسكو يخلص، سي كراف الا ديرونجيني واحد يخلص، سمع انا مريض نفسيا لازمني نروح نداوي، يخلص ربي يعاونو من حقه يخلص. شارك في البرلمان وهم عندهم قانون فوق 40 سنة، أي واحد شارك في البرلمان عنده 20% ولا 30% ولا 40% من الراتب ديالو يبقى ما ينحوهولوش، هذيك حقه. واش دخلني؟ على اللي راهم يخرجوا في الحراك تنزلوا على الرواتب تاعهم؟ نتحدى واحد أبار ثلاثة ولا أربعة مساكن بالسا وقاضي، كاين قاضي وزوج بالسا ولا ثلاثة، وكاين شوية اللي خرجوه من الخدمة مساكن في إطار الحراك،
كي اللي خرجوهم من الخدمة ناضلوا بانوا بزاف داروا لهم قضية ما عاودوش رجعوهم من الخدمة. نقدر نقول لك نسبة تاع 0.001% من الناس اللي تخرج في الحراك. شكون اللي تنزل على الراتب تاعو لأنه يعرض في النظام؟ شكون؟ عطوه لي أنا مانيش نشوف فيه. شكون اللي خرج قال أنا يو عندي راتب نديه من لابوست ما نديهش حتى تستقل الجزائر؟ وريه لي تشوفه. ما يكونش وما لازمش يكون بس كنزيدو نطيحو في بروبليم كبير هكذا. تخدم في النظام هكذا سما ما مش الشعب درك كان يخلص شوية اللي ما يخلصش. انت اذا ما قدرتش تنزل على الراتب تاعك علاش السنه الاخرين يتنزلوا لنا الراتب تاع؟ ما فهمت شي با كومبري. باش يولي فقير وانت تريح ترتاح نفسيا كي تشوفه فقير ما تقدرش ما تقدرش. اذا هنايا حتى ربي سبحانه ما راح يوفقك صعيبه باش يوفقك. وخوتي لي كومونتير ماهمش يطلعوا ليا مانيش نقرا في لي كومونتير حتى يتحل المشكل هذا تاع لي لايف. ساعات ساعات وين نشوف نشوف لي كومونتير ما يطلعوا لي 10% من لي كومونتير. الصفحه تاعي كلش 10% درك شعب مريض في نفسه ماشي وكل الشعب وكل ايش تتفاصوا ما توقعش حاجه كبيره. انا قلت لكم درك النظام هذا رب الشعب هكذا. نتوما واش راحين تتوقعوا؟ نتوما حاطين كي خرجنا في الحراك راحين نولوا ديزالمو راحين نولوا تاع كوريا الجنوبيه ولا تاع اليابان؟ لا روحوا شوفوا شوفوا الفرق بين الفرد الكوري الشمالي والفرق بين الكوري الجنوبي. الفرق وراثيا كروموزوميا الكوري الجنوبي والكوري الشمالي فاش يختلفوا؟ هما مواطني دوله واحده. باش نسهلها لكم خلاص يا اخي دي دوز اكزامبل. زوج دول كانت كوريا انقسمت كوريا الشماليه كوريا الجنوبيه نفسهم كيما دركا نقولوا وهران وتبسا ومن بعد بعيد الشر الجزائر يقسموا الخريطه تاع الجزائر على النص وتولي الجزائر الشرقيه والجزائر الغربيه. هل كاين اختلاف عثمان بين عثمان والبشير عثمان في وهران والهواري في وهران وما على باليش شكون في 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 تبسة سهيل في تبسة؟ هل كاين اختلاف بيناتهم؟ لا. نفس الشيء كوريا. روحوا درك شوفوا المواطن الكوري الجنوبي كيفاش يفكر كيفاش يخمم كيفاش ينتج كيفاش يعبر. وروحوا شوفوا المواطن الكوري الشمالي الهند وباكستان. الهند وباكستان ميتا شويه صعيب بعيد لكن خلينا بتسهل خلاص الكوريتين. هل يفكروا كيف كيف؟ لا. ما يفكروش كيف كيف. على ما يفكروش كيف كيف؟ لانه النظام الحكم ماشي كيف كيف. هذه هي المعادله ببساطه. درك البيبي كيزيد من كرش يماه. المانيا الشرقيه والغربيه فوالا البيبي كيزيد من كرش يماه. درك انا مثال وليدي يزيد هنا في امريكا ووليد خويا يزيد في الجزائر نفس الصفات الوراثيه نفس العائله نفس كل شيء. هل وليدي انا بعد 15 سنة ولا 20 سنة راح يولي كيما وليد خويا في الجزائر بعد 15 سنة 20 سنة؟ لا مستحيل. ماشي غير اللغة التفكير مستحيل ابدا. راح يروح وليدي ليكول راح يلقى روحو شيكور في ليكول راح كي راح كي يخرج من الدار يلقى البيسي يستنى فيه ويهبط له الشوفور ويطلعو ويبتسم في وجهه ويعاملوا كيما الملك. زيد يوصل ليكول يلقى وحدة سبيسيال خدمتها تستقبل الأولاد في المدرسة تنزلهم من البيس تدخلهم. زيد يدخل للساحة يزيد يلقى ناس يخدموا في الساحة. زيد يدخل ليكول داخل الكلاسة يلقى بروف قارية علم الاجتماع قارية علم النفس تستقبله بالابتسامة تحكي معاه تصاحبه
تحكي معاه في كلش، تحكي معاه ما اذا عنده بروبليم في الدار، كيش ما يدير يضرب بيدي بيكورات، ضربته ما ضربتوش، ما يعاملوا فيك مليح، ما يقريوك ما يقريوكش، ما يحلوا معك التمارين، يدير فيها الكونفيونس. البرنامج التعليمي ما يشبهش، فرق عظيم، فرق عظيم. راح يعلموا امور كبار في الابتدائي، حقوق ديالو، كون يضرب وليده باباه، كون يعنفه، كون يشوف حاجه انورمال كيفاش يعيط لابوليس، كون يشوف الجيران في حوايج هكذا كيفاش يعيط 911 سيفتي وما الى ذلك، كيفاش يعبر، كيفاش يعند عنده كاركتر، كيفاش يعود عنده شخصيه. هادو الامور وكل في المستقبل تكون لك فرد واعي، فرد صلب، فرد شيكور، فرد شيكور بأتم معنى الكلمة. يعني درك الأمريكي مثال، من المستحيل أنه يخاف يعبر على رأيه، من المستحيل أنه الفرد في دولة متقدمة يخاف من التعبير على رأيه، مستحيل، مستحيل. احنا درك كاين اللي ناضل من اجل تغيير النظام، وواجه جنرالات، وواجه منظومه حكم، ويخاف من المجموعه الجماعه، يخاف يخرج، لانه هناك جماعه او مجموعه تراقبه، وفي حاله خروجه من تلك المجموعه ستوجه له كل الاسهم. هذا هو المشكل. علاش انا يا ما نامنش بالخرطي تاع نصلحوا المجتمع وارواح، انا ما نامنش بهادو، انا انسان واقعي براغماتي، تاع نروح نديروا جمعيه ونديروا النشاطات الثقافيه الكشافه الاسلاميه. النظام لازم يتغير، والمنظومه لازم تتغير كخرطي. واش من فايده كي دير جمعيه نقطه في بحر، لانه الحاكم الوحيد في الجزائر درك اللي يصلح في المستقبل البريزيدون، اذا قدرنا نغيروا النظام وجبنا نظام حكم جديد، عباكم شكون يصلح؟ ماشي الشعباوي، ماشي العاطفي، هذاك يزيد يدخل الشعب والبلاد في حيط، يلموا بعضهم هكذا الانتصار الفرحه بالتغيير، يجديو البلاد ديريكتوم وداف في حيط. لانه اللي يظل مشكله الجزائر النهب والسرقه فقط راهو مخطئ. اللي يظن انه 1000 مليار دولار دراهم كبار من 2001 ل 2020 اي تبهديله، الناس هادو الدراهم هادو للدول المتقدمه ولا الدول اللي عندها مستوى معيشي مليح للفرد ديالها، اي تصرفهم في خدمات وقطاعات فقط، ماشي مابا في دوله. يعني احنا المشكل الرئيسي ديالنا هو الانتاج والانتاجيه، هو خلق الثروه، هذا هو اكبر مشكل درك تواجهه الجزائر. الرئيس اللي يصلح في المستقبل الوحيد هو اللي يدير خطاب للشعب يقول لهم ارواحوا انتوما شعب خلاك من نظام شعب متخلف السابق، وتعرضتوا للهندسة الاجتماعية تاع النظام هذا من الاستقلال حتى الآن. أنا الآن أملك شعب يد عبارة عن يد عاملة غير مؤهلة، لديه شهادات تعليمية لا تعبر على مستواه الحقيقي، لدي جامعيين تخرجوا من جامعات صفر تصنيف في العالم، إنتاج علمي صفر، فرد عاش في الريع في إطار الريع، فرد فنيان، فرد عاش في إطار أن المكانة الاجتماعية ماشي على أساس العمل، على أساس الشرعية، فرد ما يقدسش العمل لانه التاثير تاع العمل على حياته في حقيقه الامر لا يساوي الا 3 ملايين مصروف. حنا هكذا، يبقى انا دركا راح ندير برنامج باش ما نولوش هكذا، باش نتبدلوا. عندي التعليم، عندي الاعلام، وعندي كل المؤسسات راح نسخرها باش تبدلكم، باسكو حنا غالطين، ومن الاستقلال حتى لدركا وحنا غالطين، والدليل رانا متخلفين، وقدروا يحكمونا جينيرات من الاستقلال درك ما حركناش فيهم شعره.
والانطلاقة من تما لتما نقطة الصفر، من تما نقطة التحول. روحوا شوفوا التجارب تاع الدول الأكل اللي تحولوا من دول متخلفة لدول متقدمة، وشوفوا على واش اعتمدوا، شوفوا على واش اعتمدوا، روحوا شوفوهم، صارحوا الشعب ديالهم وبداو معاه من الصفر. اما هذاك الزعيم اللي يخرج يقول ايها الشعب العظيم اللي حقرنا اللي حقروكم الان حان، او يخرط او يخرط او يخرط، لانه الفرد هو الاساس، وانت عندك فرد ضعيف ما تقدرش دير دوله قويه. هذه حقيقه. مثال، رواندا خلينا رواندا مازال ما لحقتش، عندها مشاكل تاع تضخم، دوله ما عندهاش ثروات بصح جايه في الطريق الصحيح. ماليزيا، ماليزيا باش بدات، باش بدات ماليزيا كيقدروا ينحوا الناس هذوك اللي يعيشوهم في ليزيغو حاشاكم. هل قالوا نحن أبطال وإحنا هاربين؟ لا، صارحهم قال أنتم جاهلين وأميين وعشتوا مع نظام خلاكم جاهل، والفرد الماليزي درك ما عنده والو مسكين في راسه، راح مباشرة للتعليم. أفضل أجر في العالم في ماليزيا هو المعلم، خاطب المعلمين مباشرة قال لهم أنا ندعمكم وأنتم بنوا لي الفرد. شوفوا ماليزيا درك بعد أقل من 20-25 سنة، بعد 20-25 سنة. علاش؟ لأنه الزعيم كما قال حبيبنا اللي حكمها صارح الشعب، صارحوا بالحقيقة تاعو، ما قاش عندي فرد قوي صلب كان محقور مسكين وحاقرينه أو درك تحررتكم هيا نبنوا ماليزيا. لا، قال مازال عندي الفرد جاهل، رواح نبنيه، بنا الفرد. درك نشوفوا ماليزيا وش صنعت الآن. ماليزيا من أكثر الدول في العالم اللي الفرد عنده دخل فيها، متوسط الدخل في ماليزيا هو الأفضل في العالم، وكل المؤشرات في ماليزيا تقريبا هي الأفضل في العالم. إيه سنغافورة، عفوا مشي ماليزيا، I'm sorry guys، سنغافورة أني خلطت، مشي ماليزيا، نحي سنسا مشي ماليزيا، سنغافورة سمحوا لي. سنغافورة علاش؟ على خطر راحوا بناو الفرد، بس كخو نكتب ماليزيا تخربطتني. دي الحقيقة، أنا اللي ندرك هنايا في الحقيقة اللي نقدروا نبنوا بها فرد صرب في المستقبل ونبنوا بها الجزائر. فهمتوا؟ هذه هي، أو الفرد هو كل شيء جماعة. اي والله العظيم، والله وما نبنوش الفرد ما تتقدم الجزائر، واللي معول على زوج بيد نتاع البترول وغير ينسى، او حتى درك الدول الخليجيه، الدول الخليجيه اللي عندها البترول وحبيتو اللي كرهتهم عندهم سياسه راشده في اطار القوه الحقيقيه ديالهم، ام عرفوا يتعاملوا. امارات وقطر وحتى شوية بدرجة أقل سعودية، ولا الدول الخليجية البترولية على العموم اللي الإنتاج تاعهم 10 مرات الإنتاج تاعنا. الإمارات عندها إنتاجها من البترول أو 10 مرات الإنتاج تاعنا، أو لا مجال للمقارنة. مع ذلك اعتمدوا على سياسة راشدة كيفاش يحموا البترول، كيفاش داروا علاقات مع أمريكا، وكيفاش عندهم حماية من دول عظمى، وكيفاش قدروا يخلوا بلادهم تستقبل رؤوس الأموال، وكيفاش وصلوا حتى الآن في بطريقة أو بأخرى ولاو دول اللي تعتبر من الدول اللي عندهم مصالح مشتركة مع دول عظمى، اللي لازم يحافظوا على الاستقرار تاعهم الدول هذيك العظمى لأنهم يحتاجوهم، خصوصا في مجال الأسواق المالية والأموال وتبييض الأموال، وماشي تبييض الأموال، البنوك اللي عندهم هما. لازم تعرفوا حاجة، باللي بدون تخطيط
وبدون ما تعرف القيمة الحقيقية تاعك والمعطيات اللي عندك وتبني بهذوك المعطيات، ما راح تدير والو، ما راح تدير والو. لو كنت تكذب على روحك راح يحطموك، راح يواجهوك بالأمر الواقع. تقدر تربح الألمان؟ درك الجزائر كي كانت في عهد ماجر تقدر تربح الألمان؟ ولا في عهد دوميكات ولا دوميل دولة عهد ديزيري بيلال، هل الجزائر تقدر تربح الألمان؟ لا ما تقدرش. لا ميم شوز. درك انت يا حتى السياسة الخارجية، الناس هادو اللي خارجين للعيب لفرنسا، علاش تكذبوا على رواحكم؟ علاش تكذبوا على رواحكم؟ هيا مشي انت، هيا مشي بلوك، مشي هيا مشي ديكاش. عرفت الناس في السي سي بي هيشة علاه؟ علاه تخرج انت للعيب لفرنسا؟ علاه؟ لانك قادر لها، قادر تواجهها. باش تواجهها؟ فرنسا دولة اللي عندك معها واردات وصادرات حبيت ولا كرهت، ودولة اللي حتى الان المعادلة في صالحها وراح تطول وهي في صالحها. فرنسا دولة اللي عندها شركات راح تستخدم في البترول تاعك. فرنسا دولة اللي عندك عقود معاها بالك كاين حتى اللي ممتدين لعشر سنوات، خصوصا عقود الغاز. يعني حتى في المستقبل المعاملة ديالك مع الدولة هذه لازم تبقى، لكن تحاول كيفاش تنقص من التأثير السلبي تاع المعاملة هذه وتخليه تدريجيا يجي صالحك. وقتاش يجي صالحك؟ لما تبني مؤسسات وشركات قادرة تنافس الشركات الفرنسية، ماشي بالهضرة، ماشي بالغايطة، ماشي بالغايطة. لا، لأنك مازال سوق الرونو، زيك سوق البوجو، وما كش قادر تصنع البوجو في الجزائر حبيت ولا كرهت. مازالك دير البارفة تاع فرنسا، مازالك تحط الساعة تاع فرنسا، مازالك تاكل الشيكولا تاعهم، مازالك تاكل القاطو تاعهم، مازالك تروح فاكونس لعندهم، وعندك 6 ملايين ولا 5 ملايين 4 ملايين ولا 3 ملايين اعتقد من الجاليه الجزائريه المقيمه في فرنسا، ويبعثون فئه منهم كبيره المتقاعدين في الجزائر اللي بي تاعهم. هادو كاع انتم تهملوهم؟ لا، انت تهملهم بصح فرنسا ما تهملهمش. فرنسا هادو بالنسبه لهم تشوفهم نقاط قوه في صالحها. لازم انت ثاني تخرج نقاط القوه اللي في صالحك باش في المستقبل تولي دوله رواحه فرنسا. روح نريحوا الطابله، احنا عندنا وعندنا وعندنا تاع دركا سيب، وحنا ماشي الجزائر تاع 2020، احنا الجزائر تاع 2040 دركا. احنا دوله عندنا علاقات مع دول، وعندنا وعندنا مصالح مشتركه مع امريكا ومع هذه ومع هذه، ولازم تدير دول قويه عسكريا في العالم وتنبطح لهم بطريقه او باخرى حتى تقضي صلاحك. حاب تواجه فرنسا لازم تدير علاقات مع امريكا، حاب تواجه امريكا لازم تدير علاقات مع روسيا، مع انه روسيا ما فيهاش من الاخر. دير علاقات مع حلف الناتو، قالوا عدنان ها 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 ولا كذاب وتكذب وعارف راحتك تكذب. فاش راني نكذب عدنان؟ كاش ما مديت لك خبر انا دركا، قلت لك شريت التريكو هذا بخمسة دولار ولا الساعة هذه بأربعة دولار، ما قلت لك حتى خبر. راني نهضر انايا نعبر على افكاري، ما تقدرش تكذب كي تعبر على افكارك. افكاري قابلة للصح والخطا، قول راك غلط وما عندكش الحق تقول راك غلط، قول اختلف معك في هذه النقطة. اما كي تقول راك تكذب وتبدا تضحك هكذا ودير في السرك، فاهم، تلق في حلاوتك هكذا في لي كومونتير، شغل نشوفك مسكين الغالب عليك، نشوفك امي. حط مباشرة النقد تاعك الكلام اللي راني نهضر فيه. المصلحة المتبادلة بيان سور، بصح المصلحة المتبادلة هذه وقتاش تتحصل عليها؟ سي سا البروبليم. وقتاش تتحصل على المرحلة المتبادلة هذا؟ المرحلة المصلحة المتبادلة وقتاش تتحصل عليها؟ كي تعود عندك نقاط قوة تجيب بهم المصلحة هذيك المتبادلة. فوالا اكزاكتومون، هذه هي. المهم قصرنا شويه، بون سمحوا لي لي كومونتير قليل وين. المهم الناس اللي راهي تشوف اللايف ديروا حسابكم برك باللي كي تكونوا تشوفوا في اللايف مي افيشيو لي بلي راكم تشوفوا في اللايف، على بالي راكم ساكنين هنايا. باش ديروا حسابكم برك.
ديروا حسابكم كي تولوا تقراجو قراجو بلي فو بروفيل هكذا. سبان ندير عليها سكرين شوت هادي نحتاجها. سبان نخبطو بسكرين. مرحبا بك في اللايف تاعي ديما نحل بكش ونجبد لك اسمك باش تبقى يعرفوك غير ربع عباد. عفوا صديقي. ف الامور هذه المنطقيه والعقلانيه هي اللي تخلينا نافونسيو. داكور، لانه العقلانيه مهمه بزاف. اما الخرطي يبقى خرطي من الاخر. عندك معطيات قدامك تمشي على اساس المعطيات اللي عندك، سواء في الحراك ولا في التغيير ولا في بناء الجزائر الجديده وما الى ذلك. انا نامن بالامر هذا. انا مادام ما كانش سياسي او يصارح في الشعب ديريكت يا اخي، انتوما من الاستقلال حتى للدرك والنظام يحارب فيكم ويحطم فيكم ويضعف فيكم، اذا النتيجه فرض ضعيف. الفرض هذا لازم نخدموا عليه باش نافونسيو. النتيجه فرض افراد عايشين الحياه تاع بعضهم ويحاربوا في بعضهم وما عندهم حتى طموح في الحياه، وتلقاه مقيم في فرنسا دوله متقدمه وعايش حياه واحد لمده سنه ونص، وعنده الوقت وعنده الطاقه باش يعيش له حياته، ويظن باللي راح يقدر يكون سبب مباشر في الفشل تاعو. احنا عندنا الفئه هذه، اذا لازم ما يكونوش عندنا. مش ما يكونوش عندنا، لازم امور كبيره اللي هي اول حاجه نبداو منها اللي هي المدرسه. اللي هي المدرسه، شوفوا نعطيكم اكزامبل هنايا. مادامني انا مقيم في امريكا وكاين ناس جابوا ولادهم هنايا ولا جاوا مع ولادهم الصغار من الجزائر. اوكي، نعطيكم غير مثال قاطع، يعني مثال اللي ما فيهش نقاش، مثال لعب ما فيهش. تبعني مليح، على بالكم باللي الطفيل هذاك تلقاه يفهم في باباه. انا هادي شفتها بعيني، طفل صغير جا مع باباه من الجزائر لامريكا، باباه في عمره 40 سنه والطفل هذاك جا في عمره 4 سنين. بعد عام دخل المدرسه، بعد 4 سنين الطفل هذاك عنده 4 سنين في امريكا وبابا عنده 4 سنين في امريكا، عندهم نفس المده لكن العمر ماشي كيف كيف. الطفل هذاك في مواقف معينه يمد دي رومارك لبابا، يقول له هذه الحاجه اتس نوت جود، ما ديرش هكذا. انا شفتها بعيني باش تعرفوا التاثير تاع الهندسه الاجتماعيه وهندسه العقل اللي قام بها النظام على الفرد الجزائري. تاثير سلبي لدرجه انه واحد في عمره 40 سنه يديباسيه واحد في عمره 8 سنين ما متاثرش اصلا بالهندسه هذه. كيما درك انت يا تجيب لي شوفور يسوق طوموبيل ويسوق غلط 20 سنه هو يسوق غلط، سي ديفيسيل باش تعلمو يسوق صحيح، سي ديفيسيل باش تفهمو باش ما يدوبليش في لا لين كونتيني وما يديرش هادي وما يديرش هادي وما يديرش هادي وما يديرش هادي وما يديرش هادي. بصح كي تجيب واحد جامي ساق وتعلمو كيفاش يسوق تجيك سهله. سي لا ميم شوز الجزائر دركا، سي لا ميم شوز الفرد الجزائري دركا، نفس الحكايه نفس الحكايه. سما الخدمه الكبيره راح تكون مع الناس هادو الصغار اللي مازال ما تاثروش. هذه هي الخدمه الكبيره اللي لازم تكون، لازم. هذا اكزامبل انا شفته بعيني، لوجيسيال بدون زيت كيما قال حبيبي، انا هذه شفتها بعيني، شايفها بعيني. وكاينه مجموعه من الافكار اللي يمشي به من المجتمع الجزائري وغالطين، لازم المجتمع الجزائري يتخلص منهم تدريجيا. ما نبقاوش شادين في حاجه غالطه بالسيف وهي مأثره على حياتنا ومخليتنا متخلفين. نعطيكم اكزامبل، نظره المجتمع الجزائري للمراه، نظرة المجتمع الجزائري للمرأة حبينا ولا كرهنا غلطة. ما هي مبنية على الدين، ما هي مبنية على الدولة الحديثة، ما هي مبنية على العلم، مبنية على العرف،
مبنية فقط على العرف. يعني حتى لو ترجع للدين ما هيش مبنية على الدين أبدا، والله جامي. كيفاش مبنية على الدين؟ تمسخر بيا. الراجل اللي عنده لو دروا يغلط عنده لو دروا يدير نورمال، ماشي مشكل. الراجل يبقى راجل، الراجل ما يتعايب بي. من وقتاش قال الإسلام بلي الراجل ما يتعايبش؟ من وقتاش قال الإسلام بلي الراجل ولا الرجل معليش كي يغلط؟ من وقتاش قال بلي الفضيحة في الإسلام تختلف بين الرجل والمرأة؟ الراجل عنده الحق يدير كلش، المرأة ما عندهاش الحق تدير كلش. الراجل عنده الحق يغلط والمجتمع يسامحه، لكن المرأة ما عندهاش الحق. هل الإسلام جاب الأمر هذا؟ لا. واحدة، من وقتش أي قانون في أي دولة في العالم يفرق بين الرجل والمرأة؟ لما نروحوا للدولة الحديثة لا. سمى العلاقة بين الرجل والمرأة في الجزائر على أي أساس مبنية؟ على العرف. وعلاش مبنية على العرف؟ مدام بنية على العرف معناتها غلطة. وهل العلاقة بين الرجل والمرأة هذيك راهي غلطة تأثر على الاقتصاد الجزائري وعلى المجتمع الجزائري؟ ياس ياس. كي شغل تمشي برجل وحدة، كي شغل نتا عندك زوج رجلين وديسيدي تمشي غير برجل وحدة، هذا هو التأثير من الأخر. كي شغل راك مفرط في نصف، في نصف المكون تاع مجتمع اللي هي المرأة، نصف المرأة والرجل نصف، لأنه العدد تاعها متقارب في الجزائر. أنا هكذا نحسب. خير المرأة تأكل كيما الرجل وتصرف كيما الرجل وتقدر تخدم كيما الرجل. هادو أمور تاني غلطين، هادو تاني غلطين. يعني كاين أمور بزاف في المجتمع الجزائري لازم يبدأ يخليهم يطيشهم. وهادو كيفاش لازم يخدم بلايف تاعي؟ لا أبدا، بالنظام الحكم الراشد، نظام الحكم اللي يكون في صالح الفرد وفي صالح المجتمع وفي صالح الدولة. أنا يا عندي سلطة، عندي نظام حكم، أنا ميهمنيش رأيك أنت يا اللي مبني على شعبوية وعاطفية. أنا مادام وصلت للحكم عندي برنامج نطبقه، ولازم نقنع به أغلبية المجتمع الجزائري يتبناه بأن تقدمه. أنت إنسان توجهاتك اجتماعية أكثر منها سياسية. ما فهمتكش خويا يوسف، والله ما فهمتك خويا العزيز. جي با كومبري. بوبكار وش راك خويا؟ يا بوبكار قعرنا بالسينيال يا خويا، أنت مالف تفوت بها على كل حال. راهو ما يطلعوا لي كومونتير ما والو. المهم خوتي اللي راهم يكومونتي ولي مانيش نريبوندي عليهم، أما مانيش نشوف الكومونتير تاعكم. راهي الصفحة ما نقدر نطلع، ما دير لي جام ما نشوفوش، راهي كلش ما يبانش، ويخرجوا لي بالك 10% من لي كومونتير. اهلا خويا مجيد، واش راك خويا العزيز؟ فهاد الامور كلها، هاد الامور كل اللي لازم ناخذوهم بعين الاعتبار في المستقبل، بندي نافونسي بندي فلوبي. والله الزول حكيم، سينو ما نقدروش نبقاو في البلاصه، نبقاو في البلاصه صديقي. إيه خوسي عنده مشكلة إكرام، خاصورك خوسي روخو مشاكل في حياتك، عندك بروبليم واحد اللي هي إكرام، ما عندكش مشاكل واحد أخرين في حياتك. ما كانش بيان سور التغيير يبدأ من الفوق. أنا ما أشوفه باش نصارحكم بحاجة. الحويج اللي راني نهضر فيهم دركا غير قابل للتطبيق في الجزائر، باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين. الحوايج اللي راني انا درك نهضر فيهم ان غير قابلين للتطبيق في الجزائر. مانيش نشوف، الله ماني نشوف لي كومونتير كيما قلت انت يا المزيه، مانيش نشوف. ايه هكذا باش نحكي، شفت كيفاش ما تشوفش لي كومونتير؟ تقعد تركز على الفكره. احسن طريقه انه الانسان ما يشوفش لي كومونتير هكذا، وفي الاخر تاثيرهم صفر. ما كانش تاثيرهم هكذا صفر. الامور هذه غير قابله للتطبيق، الامور هذه تولي قابله للتطبيق لما تجيب نظام حكم حاب الخير للشعب وحاب يتغير وحاب وحاب وحاب.
اما الان غير قابله للتطبيق باش نصالحكم. زعما دوك النظام الجزائري راح يطبق امور تشكل عليه خطر في المستقبل؟ مستحيل. يا محجوب اخويا عبدوي ان شاء الله يروح علينا الحجب ان شاء الله خاوتي. ان شاء الله ان شاء الله يروح علينا الحجب وحده وحده. لا مازال خويا مازال. هذه يا خوتنا بو حبيت برك نسلم عليكم باسكو توحشتكم انا ثاني. اي فوالا هذه هي. ربي يجيب الخير ان شاء الله. وكل شيء يبان ان شاء الله. تكسر ان شاء الله ما تقلق روحكم ولا الحق يبان ولا تظلم يبان هكذا. حبينا ولا كرهنا في الدنيا هذه كي تكون كوراكت مع الناس اللي تتعامل معاهم يحوسوا ويشوهوك ما راح يقضوا لك والو. الدليل داروا لي بيبليسيتي باسكو ما كاش كيفاش الناس دير لك دي فيديو هكذا 40 واحد ولا اكثر بول ماما بعثي لي اكثر من 30 واحد شهادات بالاسم والصوره واللقب. شي حاجه سهله شغل يهضر باسمه يتحمل المسؤوليه تاعو على عامل اللي هو اصلا ماشي لازم عليه خلاص ما كاينش ما يدير عليه شي يدير لك. يبا حتى لو يحاولوا لكن ما تقدرش تكذب الحقيقه ما تقدرش تكذب من مئات على خطر كاين 4 ولا 5 هدف من واحد وواحد هو تشويه الصوره باي طريقه كانت. ما تقلقش اللي راه يقول لك خبرات من نادي ديك خلاص هذيك سماطت ديك سماطت بدلو شغل خلاص شغل سماطت. انا هضرت عندي 3 شهور درك ميم اللي مندس عند عبله كي تقول هذاك هو مندس عند عبله نورمال شغل عادي. ومن بعد كيما الاخرين فهمتوا حتى الخائن الحقيقي الخائن الحقيقي دركا كي يتخون ولا ما يتخونش كيف كيف. الناس كرهت دركا التخوين بالنسبه للناس هو اتعارض معك في فكره معينه انا خائن. نهضر على الناس اللي عندها عقل مانيش نهضر على الدباب. يعني اي انسان عنده عقل في راسه دوك يسمع باللي واحد خونوه يقول لك خونوه باسكو اختلف معاه ما يقولكش خونوه باسكو فيه اللوش ولا فيه الشك. صعيبه ما يقولوهاش هادي ابدا. سمى حتى الشرعيه هذيك التخوينيه دوك مع الوقت تروح اي مالوريزمو باسكو ما كاين النظام الجزائري معمر معمر الدنيا بالمندسين ماشي غير في الحراك بارتو المؤسسات كل شيء نظام مخابراتي نظام استعلاماتي مخابراتي. اصبرني تشوف خرجت لي كومونتير تاع دوبابا بصح حبيت نفهم حاجه علاش لي كومونتير ما يخرجوليش سي كو البروبليم. يسيي تشوف كاش واحد يبعث لي صراش نطلعو بالك نطلعوه يتحل المشكل هذا تاع لي كومونتير. يسيي كاش واحد هكذا يقول لي يطلعني بالك نحلو المشكل هذا تاع لي كومونتير. وعليكم السلام خير. ما تقدروش تبعثوا لي والو ما تقدروش باسكو نورمالمون اصبر شوف نسيت نطلع ابو بكر هذا وين بداو يطلعوا لي الكاميرات. السلام عليكم. ما نقدر نطلع ابو بكر واش راك جلال علي الزوم واش راك خويا جلال والله غربيه وانت رانا توجور ميم بروبليم. انا ثاني ما نقدرش نطلع سي امبوسيبل ماشي غير انت كاع 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 الصفحات كاع عطاكهم على باش واش كاين باقي كاين بروبليم كاين ان بروبليم على الفيسبوك جاب لي ربي على الفيسبوك كاين بروبليم هذا مثلا على بيع باسكو دركا انت كي تكون دير لايف ما يخرجولكش لي جام هذوك ما نشوف والو ما نشوف والو لي كومونتير كاين اللي يلحق كاين اللي يلحق وكاين اللي ما يلحقوش كيف كيف. سما الفيسبوك بالك نقص شويه لي باج نقص بالك مراوي لي قلي بالك مراوي لي قلي ولا مالا هكذا بروبليم كاع ماشي غير عندي باسكو انا مسينيالي لا باج انا بعثوا لي نوتيفيكاسيون لا باج تاعي بزاف انا راهي كارثه انا كيما انت انا طلعت برك باش نقول لك هكذا بلي ماشي غير انت كاع خويا جلال ماذا بينا خويا جلال ماذا بينا نشوفك في لي لايف يا خويا ما تحبسناش لي لايف يا خويا جلال صافي بليزير لا ساعة ساعة نديرو باسكو باسكو الشعب هذا باسكو الشعب هذا مخصوص توعية خويا جلال ان شاء الله. لا يا لازم كل واحد والدور تاعو لازم تريح تجي ما شتكش يوم ولا ثلاث ايام تقلق نعيط لك يا خويا تقلق لازم نشوفك في لي لايف لازم تطلع توعي الشعب خويا جلال ان شاء الله خويا يا اخي صافا يا اخي المهم صافا خويا
والله غير فيها صافي بليزير. الله يسلمك ماشي مشكل. حاب نقول لك برك المشكل باللي ماشي غير انت كاع كاع ما منايا ما منا. يا بونوي يا بونوي حبيبي. اي باسكو توسوست على بالك باللي صعيبه تكون داير لايف وانت ما تشوف فيه والو. كاع كاع تقول تهضر معاه. ما انا اليوم ما قدرتش نطلع، طلعت واحد بالدرع كاع كيف كيف كاع ماشي غير انت. دركا لي كومونتير ما يخرجوش. اي الحمد لله. معليش الله يطريق المشكل. اي اوكي خويا جلال يسالي مون فخ. تهلا فيك خويا العزيز. بونوي سلام خويا. صحة صباح بخير. صحة بوبكر الله يبارك. بوبكر إنسان حر صح ماشي حر برك حر حر كيف الفل. بون هذه هي اسمها البروبليم راه مونديال ماشي غير أنايا أنا برك موسوس. مي على بالي باللي الصفحة محجوبة تاعي على بزاف ناس صح باش كنبعثوا ليهم قالوا لي باللي نقصوا من لاباج. عندي زوج تاع لي نوتيفيكاسيون على لاباج وبزاف حوايج تاني حاطه لي ما نقدرش نديرهم حتى يروح بالك بالك لازم شهر. وي وي سي با فاسيل. وي وي اي عادي الاختلاف هذا مش بروبليم. ما عندكش الكاميرا والله ما زيد والله درك عن مولا ما كانش لي كاميرا اصبر نزيدو نمشي نطلعو وليد. ما تقدروش تبعثوا لي نتوما باسكو فتحت هذيك جست ريكويست اني فتحتها سما ميرسي زينة صافي بليزير ربي يحفظك. ما امبوسيبل ما كاش كيفاش. ميرسي خويا علي صافي بليزير. بصح فكر بنو نبي ولا في أي فكر شكون يطبقوا الشعب على أي أساس راح يطبقوا الشعب. الشعب أنا بالنسبة لي أكبر توعية لازم يتوعاها درك هي التوعية السياسية أنه يعني اللي عنده النظرة الصحيحة للأمور وأنه كيناضل سياسيا ما يناضلش بنفس ذهنية النظام هذا ما كان. بصح حتى لو يتوعى الشعب ما أنا بالنسبة لي الرول تاعو الوحيد درك هو أنه يحط نظام حكم في صالحه وفي صالح المؤسسات باش توظف باش تلك المؤسسات توظف الشعب هذا باش نبنوا الجزائر اللي توفر حياه كريمه للفرد هذا. هذه هي سما درك انت كي توعي واحد ماشي غير توعي يا سيدي كي تكون تفورمي يا سيدي حتى في الكوتي تكنيك الجانب التقني كي تولي انت عندك احسن الاطباء في العالم داخل الجزائر راح تستفاد منهم ما راحش تستفاد منهم ما عندهمش الامكانيات باش يخدموا راك شايف ما عندهمش. سما البروبليم وين راه في المنظومه كومبليتمون. اذا انت المؤسسات ما تستعرفش بك وما تدخلكش في المعادله وانت كي راك فور هكذا تكنيك ومن بعد واش دير بك المؤسسه ما تسمع المؤسسه تستعرف بالولاء المطلق. سما لازم منظومه الحكم تتغير باش تولي تستعرف بالكفاءه. هذه هي عادل ان شاء الله نقدر نطلعك خويا. الله يسلمك خويا العزيز. ما قدرتش يا عادل. انتوما راه يتخرج كم من تحت تقدروا تبعثوا لي ولا ما تقدروش تبعثوا لي نطلع. سما مازال كاين البروبليم هذا ما قدرتش. زيد شكون ثاني نسيت نطلع ترى اش بالك. راحت ايه ودركه يسيت شوف اما انتم تبعتوا لي وانا ما تخرج ليش. وي يا ودي فيسبوك هذا واحد ليش ايجي وتروح. لا حتى لو كنت تبعتوا لي ما يخرج لي والو. بلال انا عيط لك. وليد يسيت ما قدرتش. وليد دبيش
جماعة وقيلا لا كونيكسيون عندكم ولا عندي والله ما على بالي. راني نسي وليد دوزيام فوا. المشكل ما يسرقولكش غير مخك، المشكل عمرك قاعد يدوه. كادا على بالي بعت لي بصح ما نقدرش نطلع. يا ولدي مشكل. سلام اخي. السلام عليكم. والله غير الحمد لله. وانت اخي كريم وحشنا اخويا، وحشنا اخويا يا اخويا. صافي بليزير، وحشك خير بليزير والله العظيم. هذه بليزير بارطاجي تنقرع فيها شعال هذه. لا غير نسخلوا فيك غاية نورمال كاع، كنت لا تقطع الاول وكنا نسخلوا فيك زعما ما كاش بروبليم. المشكل عندي، المشكل عندي ما يخرجوليش لي كومونتير وصعيبه با نطلع وما يخرجليش والو والو. انا عندي ماشي نورمال. واه حسينا بك تهضر غير وحدك، حسره بك تهضر غير وحدك. بصح حنا كنا كونتاكت كومونتو لك، كنا زعما كنت خاطر خاطر نكومونتي لك. ما يخرجوليش ديزولي خويا، الله ما يخرج لي والو. ماشي مشكل، ماشي مشكل، صافي بليزير. يخرج لي شوف، يخرج لي دو تروا كومونتير في الدقيقه. الله يبارك فيك خويا جلال، والله لا كلامك دواء خويا. انا نتمتع معك ربي قسما بالله، لا نتمتع معك خويا. انسان يا خويا ما شاء الله خويا، راك نوعي الناس عندو معلومات ما شاء الله. انسان خويا كنت قارع فيك صافي بليزير. موي ثاني قارع حتى اللي بتلاقيتك فرحت ولا لا فرحت، راني مبرونشي معك على والله صافي بليزير. الله يكثر، رانا نسي ورانا نحاول. ربي كثر مثالك والله صافي بليزير، ربي كثر مثالك قسما بالله العلي العظيم. انا انسان يحبك لوجه الله، ماشي حاجه هاجه اخرى. ربي يحفظك والله. نتشرف باي واحد خويا العزيز. الحمد لله اللي كلامنا ويوصل. اسمع كلامنا راهو كاينه ناس راهي تسمع له، وهذه حاجه مليحه. كلامك اللي ما يقبلهش انا انسان ما مشي في عقلات بالي انا. اذا كلام نحاول كيفاش مع المنطق، كلام موزون، كلام في بلاصته، كلام منطقي زعما. الحقيقه هذه ماشي حاجه اللي تشكل ولا تزن عندك ولا هذه حقيقه تعطيه في قانون سبحانك، تعطيه كي غادي تعيش، كي غادي الدوله كي غادي تسقم. صار لنا روطه رانا مشكله غادي كاع نعاودوا عباد، تما نعاودوا كاع عباد الاخرين. تسمع عقليه نتمشوا بها رانا فيها في الجزائر صح. جي عقليه ما على بالك بيزار خويا، راك عايش في البلاد. واه فوالا، على بالك البروبليم في الجزائر واش هو؟ شفت الناس هادو درك اللي في الحكم ولا اللي راهم على المؤسسات اللي مشرفين، هادو الناس ما حابينش الشعب يافونسي، حابين الكونترير، حابين الشعب يريكيلي لاريير. داك الشيء شفت الهضره اللي راني نهضر انا دركا، هذه الهضره تقدر تتجسد فاسيلمون عن طريق المؤسسات. باش كي تخلي المؤسسه شي حاجه اللي غادي تزيد من عندك، حاجه باينه براتيك باين، شي حاجه فاسيلمون هذه. واحد زائد واحد تساوي اثنين. صحيح. بصح كل منظومه تاعها عوجه في التربيه، في العداله، في الشارع، في الخدمه، في العقليه، في البيس، في الطاكسي، في مش عارف، في الصطاد، في وين تروح؟ وين تروح خويا؟ نعطيك كل شيء راه، كل شيء راه عوج. نعطيك تخمم في ولادك. نعطيك اكزومبل. اسمح لي كلام كبير، نعطيك غير اكزومبل واحد برك باش تفهم باللي النظام واللي في يده السلطه كي يحب يريقل الشعب يريقلو. نعطيك اكزومبل، الا تشفى لي زالجيريا بكري كانوا يديروا لا سينتور كي يسوقوا، ما كانوش يديروا السنتور، ما كانش يديروا السنتور، وما كانش يديروا بافيت في الجزائر، ما كانش يديروا بافيت. السبته 2004 2005 2003 2002 2001 التسعينات ما كانوش يديروا السبته. ابارتير 2004 2005 نهار خرجوا القانون تاع البروسيع السبته ولا 400 شوفك بلا لا سينتور بروسي ديريكتوم، ولاو يديروا السبته. صح ولا لا؟ دركا ولات السبته تقدر تقول في الجزائر سيرتو في الشوفور واللي قدامه بدات تولي ثقافه، بدات تولي ثقافه. شغل ولا الناس كي يطلع ديريكتوم والحاجه اللي يدير الاولى اللي يديرها يدير السبته. اي بار كونتر كانت من قبل الحاجه الاولى اللي يديرها انه ما يديرش السبته. بار اكزومبل درك في المغرب، في المغرب دركا مازالت الناس تسوق بلا سبته، لا بلي بار سيت بيلت هذه ما يديروهاش، لا سينتور ما يديروهاش في المغرب، مازال ما يديروها. شفتهم باسكو ماهمش مزيرينها عليها كلهم. السما خويا العزيز المشكل راهو من الفوق،
ومادام الناس هادو ما حابينش يخلوا الشعب هذا يديفلوبي باسكو خايفين على الحكم ديالهم باسكو لازم يتعاملوا مع شعب ضعيف باش يبقاو هما قادرين عشقهم في الحكم. انا بيرسونالمون ما نشوف باللي صح مازال تسمى لازم الناس تتوعى باش تولي عندها راي سياسي صحيح وباش تفهم الغلطه وين راهي اللعبه وين راهي تتلعب وحتى باش يبدلوا اللعبه هذيك لازم يبدلوها بالطريقه الصحيحه. دونك خويا العزيز انت تناضل باش تغير النظام وتغير لي النظام بنفس اساليب النظام او تجيب لي نفس النظام في المستقبل واخطر منه. يعني النظام عنده الشرعيه واحده اخرى خلاص الشرعيه الشعبيه. هذا هو المشكل اللي لازم الناس تخمم له مليح. نيشان كلامك فهمتني. فهمتك جلال اخويا فهمتك اني معاك نيشان. مشكل والله لا مشكل عاوز في كل شيء في كاع الميادين زعما في مشكلة والله لا مشكلة ربي يجيب الخير وصاي هاد البلاد زعما فيها خير خويا فيها خير ان شاء الله. هذا ما كاين خويا وهراني خويا وهران من الغرب واه ليش اخويا ليش والله لا على بالك بعثوا لي فيديو في العقيد في وهران في العقيد سيركي لاسيو مخي حبس سيركي لاسيو كاين عبيت الفيديو هذاك نشوف معاه ونضحك والله طوموبيلات رايحين هكذا هادوك داخلين هكذا غوش دي بارتو واه ولا لا سيكيلاسيون بارتو مشكله كاين روبو قاعد تسخط فيها مش عامل الدخله ما تسلكش كاع ما تسلك كي الصباح كي نص نهار كي في الليل. يا ولدي البارح جامي صرات بعثوا لي واحد الفيديو في حياتي ما شفت السيركيلاسيون كيما تاع البارح في العشيه. يعني نقول لك باللي الطوموبيلات داخلين في بعضها تخلطت من بعد كاين واحد حكيت معاه قال لي بدلوا قيل لي 60 تاع دي بدلوهم نيشان دخلت لك دخلت لك ما دخلش 60 تاع دي نيشان بدلو خاصك كان سورا بارتو مع الايام مع رمضان قريب مع الناس غير تجري مع على بالي والله خويا الجونيور هذا اللي في الولايه ماما مو يحكموا عليه 15 سنه حبس والله لا نيش اخويا والله ماما مو 15 سنه حبس بلوكي الدنيا اكل انا ساقي تجري مور الزيت تجري مول تسمو حمل في اللحم بطاطا غاليه الناس راه خلصها ما كاش هاي اخويا الله يبارك الله فيك الله يحفظ الجلال الله يطلع في روحك وميرسي بوكو خويا الله يسعدك صافي بليزير شكرا السلام عليكم شكرا صحيت خويا صحيح نسيت نمشي نسيت نطلع اخونا الحسن بو خوتي الله سمحوا لي وما انا ولا غالبا مانيش شوف الكومونتير تاعكم زيدوا تقولوا حكارتكم ولا سي جلال واش راك اخي الكريم لاباس السلام عليكم والله غير لاباس السلام ورحمه الله لازم نقاري عليها هذه يا اخو لازم نقاري يا خويا صافي بليزير وين راك كل نهار عندك اسمح لي والله ماني نسمع فيك واش قلت خويا جلال قلت لك راه النهار عندك النهار كيما انت يا وين راك في كندا ولا وين لا راني في امريكا بحالك واش من ستيت كناريكات ايه الله يبارك صافا مليحه الحاله شويه تما والله غير لاباس الحمد لله وانت واش مستاي انا كل مومون راني في ويسكونسن ويسكونسن انا بين نيويورك وويسكونسن مي مؤخرا راني بوكو بليس هنايا في ويسكونسن صافا شويه تما لاباس بيان الحمد لله انا ديجا كي جيت لا بروميير فوا جيت لهذه البلاصه سي بور سا لازم شغل عندي بزاف صوالح هنايا اوكي ربي يعاونك اخويا المهم ان شاء الله اخويا المهم بنادم وين خبزتو هذيك هي بلادو هذا ما كان وي المهم الهضره على بلادنا اللي خليناها مورانا هذيك هي صح هذه البلاد اللي جينا ليها حنايا خدموا عليها موليها واحنا كومبارازار اك جربتها وانا جربتها تاني يا جلال جينا لهنا بيرسونالمون حسيت من النهار الاول من العام الاول الزواج ولا باللي راني في بلادي ممشي ماشي بلادي ما كبرتش فيها صح راك معايا من نهار جيت لهنا البلاد هذه تاع امريكا هذه جامي واحد قال لي
منين جيت ولا واحد ما يحوش عليك، واحد ما يحوش عليك واش دير واش تخمم واش دير، تصلي ما تصليش، تسكر ما تسكرش، دبر راسك في حياتك، هذيك حياتك وانت حر فيها، فهم كيف؟ دونك لا 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 واش حبيت نقول لك بهذه الاكسبيريونس هذه، وجينيرالمون مانيش نهضر معك باسكو انت راك عايشها، راني نهضر مع اللي راهم يصنتوا فينا. لازم لازم نبدلوا شويه العقليه تاعنا في البلاد، عقليه بزاف ماشي غير عقليه واحده، عقليه بزاف، عقليه خاسره في البلاد. هذا يقول لك هذا ججري، هذا كذا، هذا كذا بسكري والعسكري وشي فور طاكسي، هذوك لا لا، هذوك لي بروفيرب هذوك اللي يطيحوا المورال ويطيحوا المخ تاع بنادم، هذوك اللي يديو للواد. دونك لازم نبداوها، لازم نبداوها شورتو شورتو. احنا اللي عندنا لا شونس، عطانا ربي شونس نخرجوا نشوفوا بلدان الاخرين فواياجينا، رانا عايشين في امريكا، تقدر تمشي لكندا، تمشي مكسيكو، تمشي وين ما تحب، فهم كيف؟ لازم هذيك العقليه المليحه لي شوز لينيرجي بوزيتيف هذيك، لازم نترونسفيريو شويه للبلاد، الخاوتنا اللي في البلاد. انا فاميلتي كاع راهم في البلاد، بصح جيساي ماكسيموم دو ترونسفيري لينيرجي بوزيتيف هذيك لخوتي. انايا عندي زوج خاوت، خوتي نهضر معاهم وسي فري لا رياليتي. الناس كاع على بالهم باللي الجزائر ماشي غير في الحاضر، تحت الحاضر. شحال عندك خويا في شحال عندك في امريكا اخي؟ 12 سنه ما شاء الله، يا حتى الاكسنت تاعك بدات تروح لك شويه. 12 سنه هنا في امريكا، ما تهبطش البلاد بزاف؟ ما شاك دو زون بوتاتر دوبي نهار اللي جيت باقي لحبت طروا ولا كاسوا. طيب يا بون، انت هضرت هضره شابه تاع كي تجي لهنايا تحس روحك في امريكا، اول حاجه تخليك تحس كي تجي لهنا تحس روحك باللي في بلادك هي التساوي في الحقوق والواجبات. نعطيك اكزامبل، غير تهز السوشيال سيكوريتي نمبر تاعك. اذا كان ممكن نلخصها لك في كلمه، لا سيتويانتي سيتيزن، المواطنه، المواطنه. تحس بروحك مواطن، تخلص لي طاكس ديالك كاع كيما الناس، ولا حقيت مساعده من عند الدوله كاينه، ما يحوشوش على جدك انت جيت من الجزائر ولا من المغرب ولا من وين جيت. مواطن عندك الحق كيما كاع لي زاميريكا، فاهم كيف؟ نحوشوا حنايا، اللي يخافنا حنايا الجزائر هو المواطنه. الانسان يحس مثال روحه مواطن. اكزامبل صغير اللي انا عشتو، سير انت عشتو، كي تجي للبلاد هذه يعطوك السوشيال سيكوريتي نمبر اللي باش تخدم. اوكي، تجيست تهز السوشيال سيكوريتي نمبر تولي عندك الحق تقريبا في 99.99% من الوظائف هنا في امريكا، ما عدا الوظائف اللي تحتاج الجنسيه، لازم 5 سنين تجيب الجنسيه باش تدخلهم. غير شويه خدمات هكذا ما تقدرش تولي حساسي، ما تقدرش تولي بريزيدون، ما تقدرش تدخل الارمي حتى تكون انا امريكا. وشويه لي جوب تاع انتيليجنس وكذا الاخر كاع، يا يو هاف اكسس، يا. والحاجه اللي اكثر من هذه نعطيك انا الاكسبيريونس تاعي، انا كي دخلت نخدم انا وامريكي زايد في امريكا كيف كيف في كلش، معامله، حقوق، خلاص دخلنا نخلصوا كيف كيف، دخل هو جديد دخلت انا جديد عندنا نفس الراتب. الكونترار والله انا نعطيك ليكزامبل تاعي نشفع عليها في رمضان العام تاعي الاول هنا في امريكا، كنت نخدم في واحد الوير هاوس العام الاول، شغل تعرف في العام الاول ما عندكش اكسبيريونس ما عندك والو، لازم تبدا تحرك السوشيال سيكوريتي نمبر تروح تقرا منه ومنه. نشفع عليها في رمضان
حنا كنا في واحد الستة مسلمين انايا وواحد جاز زوج من اثيوبيا جو بونس مصري وثلاث مراكا سيت اكزاكتومون ايبا في رمضان يخرجونا عندنا لو دروا نخرجوا قبل الوقت باش نروحوا نفطروا هذه وحده الحاجه الدوزيام وهذه انا عشتها عندنا مصلى لداخل باش الناس تروح تصلي وغير المسلمين التما اللي عندهم لو دروا انهم يكلوكيو بريك في وقت الخدمه بلاص البريك تاعهم غير باش يروحوا هذيك الفايف مينيت يروحوا يصليوا تخيله هذه شهاده والاكثر من هذا الجامعه عندك لو دروا تروح تصلي جامعه يعني عندك ساعه تاع جامعه بيان سور ما خلصش فيها تسمى تكلوكي اوت تحب دير لانش تاعك تخلي الوقت الجامعه وتدي لانش مع الجامعه تحب تديه واحد الساعه هذه فارينا تروح تصلي الجامعه فارينا لي زاميريكا لي زاميريكا ما عندهمش هاد الحوايج بارسك ما عندهمش الصلاه ومنا ورمضان تخيل انت تجي من بلاد علاه على هذه على الذهنيه هذه باسكو هما واش يهمهم يهمهم النجاح تاع البلاصه اللي راك تخدم فيها اذا انت تروندي اذا انت يا تروندي وتمد انا ما يهمنيش فيك انت يا مسلم وديت ساعه وهذيك ما داش حتى الماناجر تلقاه هو يخدم وانت يخليك تروح الساعه هذيك علاه باسكو ما يهموش فيك انت راح تصلي هو يهمو فيك الانسان هذا واش يقدم لي انا للشركه باش ننجح معاه لا لا ما كاينش في الجزائر الا ممكن تعطيني ان شونس رونفورسي كاع جوست واش راك تقول نتايا ليكسبيريونس هذه انا عشها انا لا لا بريمير اني اللي بديت فيها الخدمه هنايا بديت في ماكدونالد نخدم في ماكدونالد والله العظيم ان تشيز برجر والله ما على بالي الا كان حاجه ناكلوها ولا نلبسوها نقسم لك لونجلي ما كانش يا زيرو ناثينغ ما نفهموا فيها حبه نقسم لك بالله والجماعه كاع اللي راهم يصنتوا جا رمضان كيما راك تحكي نتايا الستور ماناجر هذيك مرا اون بليس دو سا سي تي جويف يهوديه جا رمضان على بالها باللي شي ميزلمون قالت لي درك نتوما تصوموا وش هو السكاجول اللي يساعدك في رمضان على بالي اتس هارد فاستين از هارد فروم داون تو سانسيت شي نوز ات فهمني وش هو السكاجول اللي يساعدك قلت لها السكاجول اللي يساعدني قالت لي اوكي رمضان هذا كاع يو هاف ا سيت سكاجول على جال رمضان ديالك هكذا ما عليناش والشيء اللي الشيء اللي يعجبك في الدول المتقدمه اون جينيرال اون جينيرال سي فري حنا جينا جينا جدد هاد البلاد هادي امريكا هادي انا يعني نهار بديت في خدام في ماكدونالد بديت غير واشين ديشز كلينين اب مينيموم ويج مينيموم ويج ونخلص كيما كاع الناس اللي لقيت الناس تما يخدموا تما عندهم 8 سنين 7 سنين هذا يقول لك 10 سنين كل واحد كيفاش مع الخدمه بنادم اللي يخدم يشوفوا لا برودكتيفيتي ديالك وي اف يو ار برودكتيف يس يو ار ذا جاي يو ار ذا وان يا يا فهمني within a year اوف كورس within a year عطاوني بروموسيون شيفت مانجر within a year assistant manager within a year another year store manager مانيش زعما باش راني نزوق نو كاينين الناس كاينين الناس وين ما وين بان انا ما كاين والو انا غير خدمه وخلاص ليكزومبل اللي راني نهضر لك عليه يا جلال سي كو في البلاد هذه الناس براغماتيه تفكير براغماتي تفكير براغماتي ما كانش هذا وليد عمي ما كانش هذا يصلي ما يصليش هذا شباب ماشي شباب ما على باليش انا عنده لحيه ما عندوش لحيه عندها حجاب ما عندهاش حجاب الشيء اللي يهم هاو ماتش وات كان يو دو فور ذا كومباني هاو ماتش ماني هاو ماتش مور ماني
you can make it for the business. Yeah. How much more value you can add to the business? How much value can you add to the team? C'est pour ça, Ronaldo, شوف راه شحال راه يسوى. ماهوش باسكو غير يلعب مليح. هو عنده فاليو. بين عنده فير لا ديفيرونس اونت لو بري. ما كاينش شرعيه. ما كاينش شرعيه تاع انت راجل انت ماشي انت لي زوم انت ماشي لي زوم تاعنا. انت امريكاني انت جزائري انت ايراني انت سوري ما يهمهمش. هما يشوفوك انسان عندك خدمه تخدمها يحاسبوك على الخدمه اللي تخدمها. من بعد اذا طحت في واحد طيح له على القسطو يولي صاحبك ابار الخدمه يدخل معك للخدمه ماهوش صاحبك يعاملك كيما يعامل كاع الناس. حنا في الجزائر مثال درك راني نقرا في واحد الكومونتير عبد الرزاق ومنا. حنا في الجزائر شوف كاينه الشرعيه الدينيه كاينه الشرعيه على اساس الجنس ذكر او مؤنث شرعيه العائله الشرعيه الثوريه عائلة مجاهدة عائلة غير مجاهدة عائلة ثورية غير ثورية الشرعية تاع الجهة شمال جنوب شرق غرب الشرعية تاع العاصمة وليد العاصمة وليد وهران وليد قسنطينة وليد الدوار الشرعية تاع المدينة الشرعية الدينية الشرعية ايه وشوف معمرة شرعيات بمعنى بار اكزومبل في الجزائر تلقى بار اكزومبل واحد يخدم سودور مثال تلقاه ناجح ماشي ناجح على خاطر الخدمه تاعو مليحه ناجح على خاطر يتعامل مع المجتمع كيما حبوا يتعامل معاه كيما المجتمع حبوا بار كونتر تلقى واحد بروفيسيونال في الخدمه تاعو مثال ما يروحوش الناس اللي عنده علاه باسكو هو بروفيسيونال في الخدمه تاعو في المجتمع الجزائري لازم تحكي معاه لازم تكسر معاه لازم تعطيه النيميرو لازم يدخل لك للحانوت لازم تخليه يدخل للحانوت لازم تخليه يتوشي الماتريال لازم ما تنشعوش ما تقولوش دونت تاتشيت هذا هذه الماتيريال ما توشيهاش ما توشيش هذه ناو تخليه لازم تقول له المحل لك الحانوت تاعو حانوتك خويا تفضل راحتك كنت نشع واحد شي عليك باللي انت يا مقبيع وماشي مليح ومتكبر وما ينجحش البيزنس تاعك مالغري انت تكون هو ما كاينش واحد بروفيسيونال اكثر عليك هنا الكونترير هنايا فكرت واحد مثل بالفضل بابا باش يحكي معاك فكرت واحد مثل بالفضلك قبل ما يروح لي كان واحد مثل في البلاد يقول لك تجاره في الحباب الا ما سوقوش الحباب ما كاينش سوق غاب السوق اغلق السوق هذه هي العقليه اللي عندنا في البلاد التجاره في الحباب قد ما يكون عندك حباب بزاف قد ما يكون عندك دراهم وقد ما يكون عندك شان وقد ما يكون قد ما يكون اوركو لا رياليتي دي شوز لا رياليتي سي لا لوجيك كي نهضر انا على البراغماتيه البراغماتيزم كنت يساجي او عطاك على اسمح لي كلام كبير عطاك على دكتور هنا يلا يبارك في لي زيتازيني جاب الفيزا ديسيد راهو دكتور هنا في الامريكان او على او في اوهايو او تاعنا تاع الجزائر هنا في امريكا جاب فيزا ديسيد او كمل الدكتوراه تاعو هنا في الامريكان عطاك اكزامبل تاع ايلون ماسك دخل بالفيزا ديسيد الامريكان راهو من اغنياء ما ماشي دريشست بصح بالك دركا وقريب يولي اغنى رجل في الدنيا دخل الامريكان بالفيزا ديسيد راك شايف تخيل انت في الجزائر واحد عبك شفت انا واحد الروبورتاج في الجزائر طفيل من النيجر رباته واحد العائله في وهران هذا طفيل انسان شفتو هذاك مسكين كان يطلب في النيجر ومن بعد يدخل يطلب في ريستورون تاع وهرنا تعرف ناس وهران الله يبارك فيهم الخير ومننا جزائريين على كل حال اغلبيه ديسيداو يتبناوه غير يربوه ماشي يتبناوه كفاله منا حتى لدرك راهو في عمره 13 سنه مازال ما دخلش ليكول جريمه اكزاكتومون انا هذيك النقطه هذيك هذه شفت المره هذه جريمه في حق الطفل في الجيري نورمال حاجه عاديه على خاطر سي جي سي با الجيريا اكزاكتومون هذاك لابال هذاك اللي درتو للمراه هذيك قالت لهم من فضلكم ديروا له غير كواغط باش يدخل حبيبي كمان امين كمان خليه يقرا لا بغى لا بلا كواغط ديه لو جوج ولا كذا
دير له اون ايدونتيتي كالكوز كوم سا باش دير له لاسيرونس ايتيرا ايتيرا. خليه يقرا مسكين. علاه علاه ايبا خويا حتى لدركا 13 سنه مازال ما دخلش ليكول وطفيل. انا نقول لك طفيل شفتو يهضر شفتو ثقف سيدي في القران بيا راح يخرج فرد صالح في المجتمع خير من بزاف دي زالجيري دي فوايو. ايبا ما عطاوهش مام با لو دروا باش يدخل ليكول. شوف عبك على بالك الجزائر شغل نظام ولا المنظومه في الجزائر. انا جو بونس با بلي كاينه منظومه في العالم وكل تحقر الفرد وتحطمو كيما المنظومه في الجزائر. جزائري ولا ماشي جزائري؟ جزائري تمرمدو. اذا ما كاينش ماشي جزائري ماشي تمرمدو برك تمسح به الارض. نعرف انا يا سواره في الجزائر حتى دركا ما عندهمش با لا ريزيدونس ما عندهمش. مزوجين بجزائريات نعرف مع عراقيين نعرف بزاف مزوجين بجزائري عباك يكرهم يضرب بيه 13 سنه باش يعطوه مامبل سيرمي دو طرافاي. ابروبو دو سا يا جلال لا دابري مون اكسبيريونس انا هنا في امريكا نقدر نلخص لك دابري مون اناليز سي بيرسونيل. ممكن ممكن صح ممكن غلط دونك سي 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 اناليز بيرسونيل. هنايا في امريكا كاين شي ناس كي تخدم هكذا تلقى مع دي ماناجر هكذا اللي ما يعرفوش فريمون الخدمه ويخافوا شت هذوك الناس اللي يخافوا يطير لهم بلاصتهم باسكو اي نون با كونفيونس اون لور كاباسيتي قلة الثقة في النفس تجعل الإنسان يحطم أي واحد يدور به أي واحد يدور به. هذيك العقلية تاع عقلية الغابة مون تيريتوار This is my territory. يدير التيريتوار ديالو فهم كيفاه بأي طريقة. فالعنف مهما كان المهم ما تدورش بيه. النظام تاعنا النظام القائم في الجزائر عنده هذيك العقليه قلت الثقه في النفس ما عندوش الثقه في النفس والخوف. دونك واش يدير باش يضمن بلاستو في المجتمع في الدوله في النظام وكذا لازم القمع والقهر اللي بان راسه قطع له راسه. لعبتي انت يا بالمستقبل تاعي بالكرسي تاعي بالكرسي جايه وكذا 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 صح. انت تقول لي وحقوق الانسان والديمقراطيه وانتخاب قاعد بيا واش من انتخاب واش من انتخابات يرحم باباك. راهم يديروا لنا احداث ندورو الهضره هي والمعنى على جاري فهم كيف ندورو نهضروا على البلاد. اي مرضتنا البلاد هذه يا خويا جلال. انا عندي 12 سنه هنا في الجزائر راني غير ساكن في الجزائر في امريكا وعقلي وقلبي راهم على بالي راهم عليكم السلام يا اسامه. الله غالب حياتي كامله تربيت في البلاد وفاميلتي راهم في البلاد وجيراني وحبابي والناس تربيت معاهم كل ما نعيط لهم هذا يشكي لك هكذا هذا يشكي لك هذا يشكي لك غير اللي يشكي لك. ما كاش واحد يعيط لك يقول لك ايه لحسن شو ما خصك راني هنا غير اللي يعيط لك والله العظيم كذا والله العظيم كذي رحت بلدي مشاكل في كل القطاعات. دكتور جور بقيت نخمم وحدي والله العظيم غير حوست باش نلقى دومان يعني دومان في الجزائر ما فيهش الرشوة نقسم لك بالله. وكنت موضوعي جيتي فريمون اوبجيكتيف قسما بالله ما لقيت حتى دومان واحد ما فيهش الرشوة. اعطيني دومان واحد ما فيهش الرشوة المحسوبية والمعرفة كل المجالات حتى في الزواج يا ربك حتى في الزواج يا قسامك لازم يكون عندك
معرفة وجد دراهم وكذا وكذا وكذا، لازم يكون عندك حوايج بزاف. دونك البلاد هذيك الحمد لله يا ربي، انا عندي اسبوار والله، غير عندي اسبوار، راني فريمون شوي فريمون اوبتيميستيك، انا نسميها هوبتيميستيك، هوب اوبتيميستيك، ام هوب اوبتيميستيك. الجيل الجديد هذا لي نوفال جينيراسيون هادو رام عندهم دي مويان دي جوتي، اون نوفال انترنت، نوفال انتيليجونس، اون نوفال مونتاليتي، de nouveaux perspectives qui me يقولوا احلام احلام واحد اخرى، احلام واحد اخرى، واقع واحد اخر يفكر فيه الشاب الجزائري، فاهم كيف؟ درك هذا النظام هذا صدق او لا تصدق راهو ميت، يموت بيولوجيكمون، is dying he is dying بيولوجيكمون، راهو في الموت. والله النظام النظام راهو يموت، لا نقاش في ذلك، باسكو مستحيل 100 باش يبقى 100 سنه بنفس الذهنيه، يجي وقت ويولوا الطريقه ديالو تولي ما تنفعش بصح. بصح المشكل الخطر وين راه؟ الخطر في البديل المطروح، في صال بروبليم. البروبليم انه النظام هذا قدر يغرس ذهنيته في المجتمع الجزائري، هذه هي الخطر الكبير. علاه؟ باسكو دركا النخبه، يا نخبه هبطت ولات تعاود الكلام تاع الكتله الشعبيه كيما راه بلا ما تقول لهم نو هذه هكذا، هذه علميا ماشي هكذا، هذه هكذا، لانه الشعب الفرد البسيط واش خدمته؟ خدمته يوفر حياه كريمه لنفسه فقط، ماشي لازم يخمم بالبعيد ويدير احصائيات وتحليل وافكار ويبني بهم ويقرا كتابات بزاف ويربط من لا. وكاين نخبه واحده اخرى باعت روحها للسيستم، يعني ولات هي مراه تعكس المستوى تاع السيستم، ولاو نفس ذهنيه السيستم. هذا هو، هذه هي الحاجه اللي لازمها خدمه كبيره باش ما نعاودوش نتجو نفس نظام الحكم القائم حتى لدركا، ونعاودو نبقى بنفس المنظومه وتبقى الجزائر متخلفه. هذا هو التحدي الكبير، لانه تتحط نتايا انت دركا كي تجيب نظام حكم اخر عنده الشرعيه الشعبيه، تبعني مليح، عنده الشرعيه الشعبيه وهو نظام حكم فاشل. علاه؟ لانه نظام حكم شعباوي، يعني عنده الشرعيه الشعبويه الشعبيه بالشعبويه، مش قادر يصارح الشعب ويقول لازم خدمه ونخدمه ونديره ونديره، يمشي في العقليه تاع الشعب الباطله وتحرر دركا راح نرجعوا الجزائر اعظم دوله في العالم. براغماتي انت على بالك راك عايش في امريكا باللي الفرد الجزائري ماهوش كيما الفرد الامريكي حبينا ولا كرهنا، ولا حتى كيما الفرد الاثيوبي بالك دركا، الغالب لا الدبلوم تاعو ولا التركيبه ديالو ولا النظره تاعو للحياه لا طريقه الحوار، الغالب النظام دخلو في اللعب ديالو. سما لازم خدمات تخدم مع الفرد هذا باش نقدروا نديفلوبي به لالجيري. فهمتي؟ سما الجزائر درك محتاجه تغيير النظام، محتاجه تغيير جذري للنظام الحالي، ومحتاجه نظام حكم بمنظومه مختلفه تماما، ويحط الفرد الجزائري هذا في الامر الواقع، ما يكذبش عليه. لانه في الجزائر وما عندناش مشكل تاع نهب برك او وزير التجاره بالك ما سرقش 10000 ودخلها في حيط، ما سرقش، احتمال كبير يكون ما سرقش لكن دخلها في حيط. تسمى المشكل في الجزائر كاين مشكل تاع التسيير، وكاين مشكل تاع الكفاءه، وكاين مشكل تاع القيمه المضافه اللي قدر الفرد يقدمها. اكيد هادو ثلاث مشاكل خطيرين، ثلاثه هادو خطيرين على اي دوله. مشكل تاع كفاءه، نظام تعليمي كارثي باش تولي عندك الكفاءه تحتاج لسنوات. مشكل تاع التسيير، سياسه التسيير قديمه لازم مسيرين جداد ولا ذهنيه جديده. والمشكل الثالث تاع القيمه المضافه اللي يقدمها الفرد اللي هي النتيجه، اللي كي تعود عندك تسيير مليح وكفاءه راح تولي عندك قيمه مضافه مليحه. كيولوا عندنا الثلاثه هادو باش لالجيري ديفلوبي ويولي الفرد في الجزائر عايش على الاقل حياه كريمه. اي مالوريزمون دركا ما كان حتى واحد في الناس اللي معروفين سواء معارضين جدريين ولا غير جدريين للنظام ولا يعارضوا المهم ولا النظام لاي واحد يخموا التخمام هذا، ما كانش، فهمتني؟ واذا ما تفتحش النقاش هذا وما تطرحش
ما تتوقعش انت السياسي اللي راح يجيك في المستقبل راح يجيك يخمم هذا التخمام، لانه اصلا التخمام هذا غير موجود اصلا على الطاوله. حنا درك اغلبيه الشعب كاين مشكل، تعني كاين زوج فئات من الشعب تقريبا. كاين اللي تقول لك النظام هذا مستحيل يتغير، وانا نيمبيا وسوريا والعراق هذوك مساكن راهم في الحد الادنى خلاص من الوعي مالوريزمون. كاين الفئه الثانيه الاكثر وعيا، هذه الفئه 90% ولا اكثر من 90% من الناس هادو مازالهم يخمموا باللي سيجيست البروبليم عندنا في النهب والسرقه وتغيير اشخاص معينين من الحكم، ونحطوا ناس اللي هما يمثلوا الشعب وخلاص سي بون ونبداو نعيشوا في الجيري. هذه الفكره ثاني راهي غالطه، باسك حبينا ولا كرهنا العالم هذا مش سيجيست تغير لك تغير رئيس راح يقول لك هاي صح غيرتوا رئيس والله استعرف بكم حطيتوا رئيس منتخب وحاجه مليحه كبيره هاي بصحتكم دونك عيش الله بك. كانت الفئه نزيد لك الفئه واحده اخرى، الفئه اللي راهي تخمم اكزاكتومون كيما راك انت تخمم فيها. انت جزائري مانيش نهضر، واقيلا مانيش نهضر مع واحد اثيوبي، راني نهضر مع واحد جزائري من ميلا هكذا جلال. لا 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 بتفهمني، كاين جزائريين يخمو، لا بتفهمني، لا بتفهمني كي بزاف جزائريين يخمو هكذا، لكن هل صوتهم مسموع؟ سي صال بروبليم. دوك على نقدر نقول لك كاين مليون يخمو هكذا، لكن الناس هادو هل صوتهم مسموع؟ هل صوتهم مسموع في الاعلام؟ هل عندهم تاثير في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل الفكر هذا عن اكزيستي سواء في الاطار العام اللي وضعوا النظام مستحيل، ولا حتى في الاطار اللي وضعينه الناس اللي تامل تغيير جذري للنظام؟ انا نقول لك ما اكزيستيش الفكر هذا، ما كانش كل مره. حبيت نسقسيك، هذوك الناس الناس اللي تخرج اللي مازال راهي تخرج كل جمعه وكل ثلاثه، وين واش من كاتيجوري راك حاب تحطهم نتايا؟ اخي قلنا كاين تروا كاتيجوري، انت عطيت لي دو كاتيجوري، انا قلت لك لا تروازيام اللي فيها انت. وانا نظن بيرسونالمون جو بونس هادو كاع الغاشي اللي مازال راهم يخرجوا بالجمعه والثلاث والسبت والاربعه كل واحد كيف لوكاسيون باش يخرج، هادوك هما الناس اللي يفكروا كيما نتايا. هادوك قالوا لك اوكي يا اخي بدلوا بريزيدون، قالوا نو That's not what we want. We wanted a real change. We wanted to change the whole damn thing. صح ولا لا؟ لا ما فهمتنيش، ما فهمتنيش. أنا وش نقصد؟ وش نقصد؟ إنه ما من اللي فئة من الناس اللي راهي مأمنة بالتغيير الراديكالي، واللي أنا منهم، أنا مأمن باللي النظام هذا لازم تغيير جذري ليه. الأخر فهمتني؟ same here. أنا يا فئة كبيرة منهم على حساب واش ما طرح دركة للعالم الأفكار اللي رانا نسمعوا فيها اللي تداول بصوت عالي، مركزين فقط أنه المشكل في الجزائر مجموعة من الجنرالات نهبوا البلاد وسرقوا البلاد ودخلوا البلاد في حيط وحطموا الجزائر. That's true، هذه حقيقة لا نقاش فيها، لكن التحطيم ديالهم للجزائر هل مس الفرد الجزائري ولا ما مسوش؟ بيج تايم. هذه اللي لا، لكن المشكل انه التحطيم هذا اللي مس الفرد الجزائري الناس هملتو، يعني كاين تضخيم للشعب الجزائري من بعض المعارضة الشعبوية. صح الشعب الجزائري الفئه اللي تخرج في الحراك على حق، الفئه اللي ما تامنش بالنظام هذا على حق، سيفري ماذا بهم يدوا الحريه، ماذا بهم يغيروا النظام. بصح هل عندهم الامكانيات باش يغيروا النظام؟ هذه الاولى. والحاجه الثانيه هل عندهم الامكانيات باش يعيشوا حياه كريمه في المستقبل في اطار الفكر اللي زرعوا في راسهم النظام؟ يعني بالمختصر المفيد انه لازم الشعب الجزائري في المستقبل يحط منظومه حكم اللي تقودها اشخاص عندهم فكر مخالف تماما للفكر النظام الحالي، ما يؤمنوش بالشرعيه، ما يؤمنوش بالعاطفه، ما يؤمنوش بالشعبويه، يكونوا براغماتيين يصارحوا الشعب ويحطوه في الاطار الصحيح باش يبني الجزائر. هذه الحاجه اللي اغلبيه من النخبه السياسيه تهرب منها. علاش يهربوا منها؟ لانها تحتاج خدمه كبيره،
يعني تحتاج انك تقنع الناس بمجموعه من الافكار اللي هما اصلا ما تداولوهاش ما عندهاش من الاستقلال حتى لدركا ما عندهاش صدى في المجتمع الجزائري اللي كان لان ما عندهاش صدى في المجتمع مجتمع اكزاكتومون مجتمع عاطفي بارك الله فيك اسكو الناس هادو اسكو الناس هادو بارك هادي برك نكمل لك دونك اسكو الناس هادو دي هاف استراتيجي وبالنسبه ليهم الشعبويه والعاطفه مرحله فقط مؤقته ومن بعد يطرحوا افكارهم الحقيقيه اللي يحطوا فيها الفرد الجزائري في الامر الواقع ولا هما هكذا هنا اللي نطرحوا التساؤل اذا العاطفه والشعبويه تعتبر فقط مرحله فقط انتقاليه لازم تستخدم جو سوي داكور هنايا باسكو حبينا ولا كرهنا سي تري تري ديفيسيل بتجيب حشد من الشعب الجزائري ضد النظام بخطاب براغماتي مستحيل أنني معك في هذا لكن إذا كانوا هما ذهنيتهم مبنية على العاطفة والشعبوية أنا راح نقول لك باللي الريزلطة راح تكون نفس الريزلطة تاع النظام الحالي يعني تقريبا ما كانش اختلاف كبير ما عدا مكاسب نفسية أنه استطعنا ننتخب رئيس شرعي وما إلى ذلك إذا سمحت لي هذا الأمر اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار في الجزائر أنا نأمن شويه نامن شويه بلي بلا تيوري دو ليفولوشن نظريه التطور نظريه التطور هذه ماشي تاع القرد الانسان نو جوان دو لا راني فهمتك ايه لكن التطور الذهني التطور الاجتماعي التطور الفكري تاع المجتمع الفرد والمجتمع انا دابور الناس تقول العقل السليم في الجسم السليم هكذا هذه مقوله معروفه انا نقول بيرسونالمون جو دي جو بونس جو كروا الجسم السليم في العقل السليم الفرد السليم في المجتمع السليم Yeah. والمجتمع السليم في البيئة السليمة ما تقدرش يكون عندك مجتمع سليم في بيئة معفنة